بسم الله الرحمن الرحيم، برعاية الأستاذ الدكتور عماد حسين الحسيني رئيس جامعة بغداد، وبإشراف الأستاذ الدكتور قاسم محمد حسن الخاقاني عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، نلتقي بكم أعزائي الأساتذة المحترمين الأكاديميين المحترمين في ورشة جديدة ومحاضرة من طراز خاص. إن شاء الله محاضرتنا اليوم سوف تعطي جانب مهم من جوانب الاختبارات والقياس. نلتقي اليوم بأساتذتنا الأعزاء، ويانا الدكتور خليل ستار محمد لاعب المنتخب الوطني بالكرة الطائرة اختصاص الاختبار والقياس، وأيضا الدكتور أحمد داري هاني الحكم الدولي في كرة القدم واختصاص علم النفس الرياضي. رحب بكم أساتذتنا الأعزاء في هذه الورشة، وإن شاء الله تكون محاضرة متميزة للأخوة الأعزاء الأساتذة. راح يتكلمون عن المقاييس في المجال الرياضي وأنواعها وتصميمها وطرق تعديلها، فإن شاء الله تكون محاضرة متميزة. وهذه المحاضرة توجد فيها شهادات مشاركة تصل عبر الرابط إن شاء الله، وتكون مسجلة وتنزل على موقع يوتيوب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. وبداية رحب بكم الأساتذة الأعزاء، وأترك المايك لبدء المحاضرة للدكتور خليل ستار محمد، فليتفضل. مشكورا. شكرا دكتور على هذا الإطراء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. تحية طيبة أعزائي الحضور، أساتذتي المستمعين الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتمنى لكم الصحة والعافية، ونتمنى لكم إن شاء الله أن يزول هذا المرض أو هذه الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أفضل ومناسبات أحسن، وهذا الوباء قد انجلى عن بلادنا وبلاد المسلمين والإنسانية جمعاء. حقيقة محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة ضمن سلسلة محاضرات شخصياً أنا ألقيتها في مجال القياس والتقويم، ولكن هذه المرة هذه المحاضرة إن شاء الله لها طعم آخر، باعتبار أنه أخي وزميلي الدكتور أحمد داري هاني اختصاص علم النفس الرياضي كرة القدم، وهو شخص أيضاً له يعني باع في بناء وتعديل المقاييس وخصوصاً المقاييس النفسية، لذلك ارتئينا أن نكون كوحدة واحدة في تقديم هذا الموضوع، ولعل هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة التي أخذت مجال واسع في تخصص التربية البدنية وعلوم الرياضة، وخصوصاً أن معظم الباحثين والمتخصصين والطلاب في الدراسات العليا أخذوا يعني يذهبون في هذا المجال في بناء وتعديل واستخدام مقاييس لقياس ظاهرة أو سمة معينة. فإن شاء الله هذه المحاضرة هي جزء من محاضرات سابقة اللي هي محاضرات البطاريات التي ألقيتها سابقاً، وأيضاً محاضرات بناء الاختبارات والفروق بين الاختبارات والمقاييس، ولعل خلال تلك المحاضرات اتطرقنا إلى أسئلة واستفسارات وارتجالات، وأيضاً اختلافات هي لا تفشل في القضية بيننا إن شاء الله. نحن هدفنا هو الوصول إلى أساليب علمية رصينة، لا بأس أن نبتكر، لا بأس أن نرتجل، لا بأس أن نضع مقاييس، أن نبني مقاييس، أن نعدل مقاييس، لكن علينا اتخاذ إجراءات صحيحة توصلنا بالنهاية إلى مقياس له الأهلية وأيضاً ذو شروط علمية في قياس الظاهرة التي أتها من أجلها. حقيقة سوف تكون هذه المحاضرة على شكل يعني تبادل
الشرح أو تبادل الآراء بيني وبين زميلي دكتور أحمد داري، حيث هي تتكون من عدة محاور. يعني المحور محاور الورشة سوف نتطرق لها عند ظهور الصورة في الشاشة. المحاور اللي أمام حضراتكم هي يعني محاور الورشة، والتي سوف نقوم بإيفائها حقها إن شاء الله من حيث الاعتبارات ومن حيث الأسباب والتعاريف والأهمية والأنواع. فهي تبدأ بالمقدمة وأيضا بأنواع المقاييس والمقاييس المستخدمة في المجال الرياضي، وأيضا هنالك اعتبارات وخطوات تعديل المقاييس واعتبارات وخطوات بناء المقاييس، باعتبار أن الموضوع المهم الذي سوف نتطرق له أنا وزميلي العزيز أنه هنالك اعتبارات وخطوات للتعديل واعتبارات وخطوات للبناء، وهنالك فروق. وخصوصا قد يعني لاحظنا بالآونة الأخيرة من خلال جلسات السيمينار والمناقشات أن المناقشين لا يعيرون أهمية للفرق بين البناء والتعديل، يعني مع جل احترامنا للجميع، باعتبار أنه التعديل يختلف اختلاف كبير عن البناء، وسوف نوضح ذلك لاحقا. أيضا سوف نلجأ لبناء المقاييس بالمجال الرياضي، وسوف نأخذ كل الأمور التي من شأنها أن تؤهل الباحث أو الطالب أو حتى نحن كتدريسيين ومشرفين على طلاب في الدراسات العليا والأولية لبناء مقاييس بالمجال الرياضي. أيضا الخطوات العلمية لبناء المقاييس في علم النفس الرياضي والإدارة الرياضية، والتي تعتبر هي من أكثر العلوم شيوعا في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة في بناء المقاييس، باعتبار أنه يعني التدريب الرياضي يأخذ منحنى التجريبي، المنهج التجريبي دائما، ولا يستخدم المقاييس، إنما يستخدم المناهج التدريبية والاختبارات العملية. لكن هذا لا يمنع أن هنالك مقاييس خاصة بالتدريب، ومن أمثلة المقاييس الخاصة بالتدريب هي المقاييس التي تعمل على قياس الأداء الخططي. أيضا التعلم الحركي. العفو دكتور، مسوي شير سكرين حضرتك؟ إيه مسوي دكتور، مظاهر أمامك؟ لا 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 ما موجود. أوكي، اعطيني العشير دكتور. أنت كوهوست، تفضل. كوهوست، أوكي. آسف دكتور، يعني أنا آسف لكن حضرتك نبهني يعني. إيه تمام، هسه إحنا ظاهرة أمامنا المقدمة. أوكي، يعني هسه المحاور، إيه المحاور ظاهرة أمامكم إن شاء الله. تمام، تفضل كمل. أنا أعتذر عن هذا الخلل، لكن إنه هاي أمام حضراتكم واضحة المحاور إن شاء الله التي سوف نتطرق لها أنا وزميلي، ومثل ما تحدثنا مسبقا بالتناوب بيني وبينه إن شاء الله. إجراءات البناء والتعديل، هنالك اختلاف بين إجراءات البناء والتعديل. بطبيعة الحال هنالك عدة إجراءات للبناء وعدة إجراءات للتعديل. أيضا الإجراءات الإحصائية والصدق العاملي الذي سوف يأخذ مجال يعني كبير مني ومن زميل إن شاء الله بشرح وافر له، وإن شاء الله نكون خفيفي الظل على حضراتكم. سوف نبدأ المحاضرة بمقدمة هي إنه المقاييس هي أدوات نستخدمها دائما لقياس ظاهرة معينة، ممكن نقيس بها ظاهرة معينة، ممكن نقيس بها اختلاف بظاهرة بين أفراد في وسطنا الرياضي، ممكن نقيس بها عدة متغيرات، سواء هذه المتغيرات نفسية أو إدارية أو أي متغيرات أخرى خاصة بالمجال الرياضي. بطبيعة الحال هذه المتغيرات تقاس على شكل مقاييس عن طريق أسئلة توضع أو أشكال أو صور يقوم المفحوص بالإجابة عليها، وأيضاً بعدها نقوم بتفريغ هذه البيانات للحصول على نتائج المقياس. أيضاً هذه المقاييس في مجالنا الرياضي يعني نستخدمها للتعبير عن سلوك أو استجابة لاعب أو فرد أو موظف أو إداري أو مدرب إلى آخره من الذين يعنون في المجال الرياضي. أيضاً عملية مثل ما تحدثنا مسبقاً هو عن طريق طرح أسئلة متنوعة، لكنها تختلف عن المقياس الآخر اللي هو الاختبار العملي
سواء اختبار بدني او اختبار اختبار حركي او اختبار فسيولوجي او اختبار مهاري. الفرق بينهم حقيقة هو ان الاختبار العملي يحتاج من اللاعب سواء جهد بدني ومعه جهد فكري او جهد مهاري ومعه جهد فكري، لكن المقاييس لا تحتاج الى فقط الى الجهد الفكري للإجابة عنها. الموضوع الاول مثل ما تحدثنا من محاور الورشة هو انواع المقاييس، لكن قبل ما اخوض بانواع المقاييس ممكن دكتور احمد ثاري له تعقيب على مقدمه الموضوع. تفضل دكتور. نعم دكتور، شكرا لك دكتور خليل عزيزي وزميلي في العمل والدراسه ان شاء الله. في البدء يعني احب انوه الى شكري واعتزازي لكل الساده الحاضرين، واقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبه العيد المبارك إن شاء الله. فضلا عن هذا أقدم شكري واعتزازي إلى الدكتور طارق علي يوسف للجهود التي يبذلها في خدمة المحاضرين وخدمة الكلية، وهذا أكيد يصب بالتالي في رقي الكلية في الجانب العلمي، فشكرا لك دكتور طارق حقيقة. يعني كمقدمة لمحاضرتنا لهذا اليوم التي تعتبر من المحاضرات التي جاءت نتيجة الاستحداثات والتطورات الحاصلة في المجال الرياضي. ففي السابق كانت التربية البدنية أو التربية الرياضية هي محصورة على علوم معينة فقط أو محددة فقط، التدريب أو التعلم أو في، وهذا هذين العلمين هن اللي ساهمن في تحقيق الإنجاز. الفكر السابق يشير أن علم التدريب والتعلم الحركي هو اللي يساهم فقط في تحقيق الإنجاز، لكن في الآونة الأخيرة ونتيجة التطور الحاصل والبحوث السابقة توصلنا إلى أنه تحقيق الإنجاز يحتاج إلى ركائز معينة يجب أن تتوفر في الفريق أو في الرياضة في الجانب الرياضي في البلد حتى نكون قادرين في تحقيق الإنجاز. هذه الركائز مثل أن تكون أن يكون الجانب الإداري على مستوى عالي، أن يكون الكادر التدريبي ويراعي الجانب النفسي للفريق. إذن فالجانب الإداري والجانب النفسي من الركائز المهمة في تحقيق الإنجاز. فلذلك اتجهنا لإنجاز أو لهذه المحاضرة لأمور عديدة، فمنها لابد أن ندرك أمور ومواضيع غاية في الأهمية تتعلق بطبيعة القياس في المجال الرياضي، وما الذي يمكن أن نصل إليه أو الطريقة المثالية للوصول إلى تحقيق أهداف في بحوث متعددة مثل بحوث الإدارة أو بحوث علم النفس أو البحوث الوصفية الأخرى. فلذلك جاءت هذه المحاضرة نتيجة اهتمام الباحثين في هذا المجال، في مجال القياس عن طريق الورقة والقلم. طبعاً ومن خلال هذه المحاضرة حيكون لنا دور إن شاء الله، سوف يكون لنا دور أن نضع الباحث على الطرائق السليمة أو الطريق الصحيح في استخدام هذه المقاييس، خصوصاً أنه إحنا نعيش فترة نقدر نقول عليها استثنائية نتيجة الظروف اللي نعيشها، الظروف الصحية اللي يعيشها البلد وحتى العالم أجمع. مثل ما تعرفون يعني البحوث التجريبية في يوم من هذا واحتمال لفترة طويلة، وإن شاء الله ما تكون فترة طويلة نتيجة الوباء كورونا، قد تكون من الصعوبة على الباحث أن يتجه باتجاه البحوث التجريبية. فلذلك سوف تكون هناك اهتمام أو توجه كبير من قبل الباحثين صوب البحوث النفسية اللي تحتاج إلى مقاييس الورقة والقلم، سواء بالجانب النفسي أو الجانب الإداري أو جوانب أخرى يمكن أن نستخدم فيها بحوث الورقة والقلم. فإن شاء الله نكون أنا وزميلي الدكتور خليل موفقين في إيصال المعلومة الصحيحة أو تصحيح مسار الباحثين في المستقبل. نعم دكتور تفضل. إذن إحنا سوف نذهب إلى أنواع المقاييس، وهنالك أنواع للمقاييس سوف نستعرضها وسوف نتناول
نوع من هذه المقاييس في الدراسة والتمحص إن شاء الله إلى أن نصل إلى الطريقة المثلى لبناء المقياس أو تعديله. إذن أنواع المقاييس هنالك، يعني المقياس ينتج عنه رقم أو عدد ويتمثل في أربعة طرق مستخدمة، وحضراتكم بطبيعة الحال مطلعين على هذه الطرق والقياسات أو المقاييس، منها الإسمية ومنها الرتبية، وهنالك مقاييس الفئوية والمقاييس النسبية. المقاييس أيضا هنالك تقسيمات أخرى، منها في المجال الرياضي، يعني في مجالنا الرياضي نقسمها تقسيمات أخرى، منها المقاييس الموضوعية والمقاييس التقديرية. سوف أتناول أنواع المقاييس الإسمية والرتبية والفئوية والنسبية، لكن كشرح مبسط للمقاييس الموضوعية والتقديرية. المقاييس الموضوعية حقيقة من اسمها تدل على أنها بشكل موضوعي، وما نقوم يعني به من خلال بناء مقاييس أو إعداد مقاييس أو تعديل مقاييس أو حتى تطبيق مقاييس، هاي التي نستخدمها في مجال الرياضة سواء في علم النفس أو الإدارة الرياضية، هي كلها مقاييس موضوعية باعتبار أن النتيجة متوقفة على إجابات المفحوص. لكن هنالك مقاييس تقديرية، هذه المقاييس مثلا إذا أردنا مثلا قياس الشخصية الرياضية ممكن نقيسها من خلال مقياس بإجابات المفحوص، وهذا يعتبر مقياس موضوعي. أما إذا أردنا أن نقيس هذه الشخصية من خلال رأي خبراء أو مختصون في تقدير هذه الشخصية وإعطائنا رقم يدل على يعني مدى قوة أو ضعف أو وسطية هذه الشخصية. النوع الأول هو المقياس الإسمي، وهو المستوى الأول للقياس، وهذا لا يتطلب منك عزيزي وأستاذي عزيزي المستمع، أنه لا يتطلب منك فقط أن تميز بين اثنين أو أكثر من المجموعات، اثنين أو أكثر من الفئات، اثنين أو أكثر من الأفراد، قد يكون ذكور وإناث، قد يكون مجموعات تجريبية ضابطة ومجموعة أولى، مجموعة ثانية، مجموعة ثالثة. هذا يعنى بتصنيف الأشياء وتصنيف الأفراد، لكن لا يعنى بالبحث بالعلاقة في هذه التصنيفات، بمعنى أننا لا نستطيع عندما نقسم مجموعتين ذكور وإناث نعطي الذكور رقم واحد ونعطي الإناث رقم اثنين. من غير المعقول أن نقوم بطرح واحد من اثنين أو نضرب واحد في اثنين أو نقسم واحد على اثنين، يعني هذا لا يعطينا أي معنى، فلا يمكن الضرب والطرح والجمع والقسمة بهذه الأرقام، هي فقط تدل على مضمون كمي للمجموعة والشيء. أيضا النوع الثاني هو مقياس الرتبة، وهو أكثر تطورا من المقاييس الإسمية، وهو يدل على أنك ترتب المتغيرات وترتب العينة والأفراد على شكل ذو مغزى، بمعنى أنك لو جلبت مجموعة من الطلاب أو اللاعبون سوف تقوم أيضا هؤلاء المجموعة من اللاعبين أو الطلاب سوف تعطيهم درجات حسب إعجابك في مستواهم، أو أيضا إذا حصلوا على درجات من 12 لل 20 فتعطي بطبيعة الحال أفضل طالب أو أفضل لاعب درجة 20، ومن ثم تسلسل بالدرجات لبقية اللاعبين أو الطلاب. أيضا ممكن نأخذ مثال من خلال إحنا كتدريسيين، ممكن عندنا خصائص موجودة، ممكن عندنا التزامنا بالوسائل التعليمية، التزامنا بالدوام، التزامنا باستخدام المصادر الحديثة، ممكن هاي هماتين نعطيها حسب أهميتها بالنسبة للمفحوص يعطيها أو المبحوثين يعطوها حسب أهميتها للتدريسي. أيضا هناك نوع آخر هو القياس الفئوي. المقاييس الفئوية لا تستخدم فقط لتوزيع المبحوثين على مجموعات مختلفة أو القيام بترتيبهم وفقا لصفات وخصائص، إنما تذهب في البحث عن الاختلافات والبحث عن عن الاختلافات بين الأفراد والمجموعات المختلفة. لذلك عندما نذهب في هذا المثال اللي أسفل الشاشة هو في خصائص
موجودة للتدريسي مثل الطلبة والإبداع في التدريس واستخدام مهارات عديدة. ممكن إذا أجابنا المفحوص عن هذه الخصائص ممكن نفرغ النتائج ونذهب لاستخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وأيضا نذهب لاستخراج أبعد من هذا، ممكن نستخرج معاملات ارتباط، مقارنات إلى آخره من الأمور. إذن القياس الفئوي هو قياس أكثر تقدما من سابقاته في القياس. المقاييس النسبية هي أقوى أنواع المقاييس الأربعة، وذلك باعتبارها يعني الاسم يدل على معناها، أنه ممكن أن تعطي نسبة باعتبار أنه نأخذ مثال حي، أنه وزن شخصين الأول يبلغ 100 كيلوغرام والثاني 50 كيلوغرام، من الممكن هنا إعطاء مثلا نقسم هاتين الرقمين على عدد معين، سوف نحصل بالتالي على نسبة من 2 إلى 1 باعتبار أنه اللي وزنه 100 كيلوغرام هو 2 والثاني 50 كيلوغرام هو 1، ولا يحتوي المقياس الاسمي على 0 باعتبار أنه أي يعني أي نوع من أنواع القياس النسبي هو يحتوي على نسبة، فمهما كان مستوى العينة أو الفرد أو اللاعب أو الطالب فهو يحتوي على نسبة. وممكن هنا الضرب والطرح، وممكن أيضا القسمة إلى آخره من الأمور التي ممكن أن نحصل عليها على أرقام كمية. المقاييس المستخدمة في المجال الرياضي، تفضل دكتور أحمد لتكملة هذا النوع من المقاييس. تفضل. نعم دكتور، بالنسبة للمقاييس المستخدمة في المجال الرياضي، قبل الولوج في هذا المبحث علينا أن نلاحظ قد مسألة مهمة جدا، وأن كلمة المقاييس هي نابعة من مفهوم مهم جدا في مجال التربية البدنية وعلم الرياضة، وهو مفهوم القياس. ودائما وأغلب المحاضرات تشير إلى تعاريف عديدة للقياس، فمهما تعددت الكلمات والتعاريف وتداخلت المعاني المتعلقة بهذا المصطلح، فإنه يمكن أيضا أن نشير إلى هذا المصطلح على النحو الآتي من بعض النقاط. فمثلا نشوف أن القياس هو ظاهرة واسعة الانتشار في مجال العلوم الإنسانية والعلوم العلمية، وخاصة في مجال العلوم الإنسانية، ويستهدف دائما التقدير الكمي للسمة أو القدرة أو الظاهرة المراد قياسها. فضلا عن هذا، أن القياس يجب أن يجيب على السؤال كم، مما يتطلب التحديد الكمي لما يقيسه الباحث. فضلا عن هذا، القياس يعمل على تحديد أرقام، يعني نحصل من خلال القياس على أرقام أو أعداد لموضوعات مهمة، وتشير نتائج القياس دائما إلى أرقام عددية، لأن نتائج القياس تصبح غير ذات مدلول ما لم تعبر عن نفسها رقما، يعني ما ممكن أن نشير إلى اختبار أنه نقيس من خلاله إذا ما نحصل على أرقام، لأن القياس يعني الحصول على أرقام. أما المقاييس المستخدمة في المجال الرياضي، من ندخل إلى هذا المبحث يعني حيتراود عندنا مجموعة من المصطلحات، مثلا المقاييس الجسمية أو المقاييس الفسيولوجية أو المقاييس الإدارية أو النفسية اللي تابعة إلى مقاييس الورقة والقلم، لأن مقاييس الورقة والقلم ليست فقط تقتصر على الإدارية أو النفسية، أكو مقاييس التحصيل، مقاييس قدرات، مثلا قدرات العقلية أيضا في عملية التعلم. فضلا عن هذا التصنيف، هناك تصنيف آخر للمقاييس المستخدمة في المجال الرياضي، فمثلا مقاييس لا تتطلب الأداء، وهنا من نقول لا تتطلب الأداء من المفحوص، يعني مثلا نروح إلى المقاييس الجسمية، ما تحتاج أداء، أنت المفحوص يوقف وانت تجي تجري عليه بعض القياسات الجسمية مثل الطول أو الأنماط الجسمية وغيرها. نجي على نوع آخر من المقاييس، وهي المقاييس اللي تتطلب الأداء الأقصى،
يعني من نقول تطلب الأداء الأقصى يعني يحتاج من المفحوص بذل جهد، جهد هذا عقلي أو جهد معين للإجابة على سؤال مثلا، وهذا ما نشوفه موجود في المقاييس التحصيلية أو الاختبارات الذكاء، اختبارات الذكاء طبعا. وإحنا من الممكن أن نشير على مقاييس الورقة والقلم كمقاييس، والبعض منها ممكن أن نشير إلها بأنها اختبارات أكيد، لأن يعني بعض المقاييس للورقة والقلم ممكن أن نشير إلها بأنها اختبارات. شلون؟ يعني حتى نشوف الفرق ما بين الاختبارات والمقاييس أكو فد نقطة فاصلة ما بين هذين المصطلحين، وهو أنه المفحوص يبذل قدرة أو يبذل جهد بالإجابة على فقرة من فقرات الاختبار، لذلك يسمى بأنه اختبار. شلون؟ يعني من نجي على الاختبار التحصيلي مثلا، اختبار تحصيلي لقانون الكرة الطائرة، هنا المفحوص عليه أن يبذل جهد عقلي، يسترجع معلومات، يستذكر القانون ويبدي يحلل، احتمال يوصل إلى مرحلة تحليل داخل الدماغ، يلا بإمكانه أنه يجيب على هذه الفقرة. مو بس هذا، في المقاييس أو في الاختبارات التحصيلية حتى نقول بأنها اختبارات، مثل ما تفضل الدكتور خليل قال أنه المقاييس ما ممكن أن تعطيك صفر، المقاييس ما ممكن أنه تعطيك صفر، مقاييس الورقة والقلم يا أما تكون وفق مقياس ليغارت مثلا ثلاثي رباعي خماسي أو غيرها، بينما الاختبار أنت بكل فقرة يا أما تكون الإجابة صحيحة ويحصل المختبر على درجة، يا أما تكون الإجابة خاطئة ويحصل على صفر، وهذا ما موجود باختبارات التحصيل. المقاييس، مقاييس الورقة والقلم حتى نشير إلها بأنها مقاييس، هي ما تتطلب مجهود، ممكن أنه أنت تعرض موقف للمختبر وممكن يشير إلى هذا الموقف بأنه أنه يتفق أو لا يتفق مع رأي هذا الموقف. مو بس هذا، المقاييس تعطيك أو تجعل المختبر أنه يعطيك صورة عن شخص ثالث، وهذا ما موجود مثلا بمقاييس الإدارة، من أنت تيجي تقدم مقياس لأعضاء الاتحاد وتقيس أداء اللجنة الأولمبية، أو مقياس للاعبي النادي وتقيس الأداء الإداري للهيئة الإدارية، هنا مقاييس الشخص الثالث، يعني أنت تطلب من شخص أن يقيم شخص ثاني وفق هذه الفقرات الموجودة. نجي على نوع آخر من المقاييس، وهي المقاييس اللي تتطلب الأداء المميز، وهذا اللي نقصد به بأن مثل مقاييس الشخصية والمقاييس النفسية ومقاييس بعض السمات النفسية. هذا فيما يخص المقاييس المستخدمة في المجال الرياضي. هذه المقاييس تكون على وفق عدة أشكال عند استخدامها في بحوثنا، في أطاريحنا، في رسائلنا، تكون بثلاث أشكال. يا إما تكون هذه المقاييس مقننة، يعني تم بناءها سابقاً على عينة محددة، وانت يجي الباحث يشوف أنه هذه العينة متشابهة مع العينة السابقة، فبإمكانه أنه يستخدمها وما تحتاج، يشوف الفقرات ما تحتاج إلى تعديل أو أي لمسة بسيطة من الباحث، فممكن تطبيقها. هنا الخبراء انقسموا إلى قسمين، يقول لك عندما يستخدم الباحث مقاييس مقننة، مقاييس تم بناءها سابقاً، هنا قسم من الخبراء يقول لك يجب حتى وإن كان بعد سنة يجب على الباحث أن يستخرج الأسس العلمية لهذه المقاييس قبل الولوج باستخدامها، قبل الولوج في استخدامها. والقسم الآخر شيشير يقول لك بما أن هذه المقاييس مستخدمة على نفس العينة ونفس الفئة وفترة قليلة، يعني أقل من 5 سنوات، مو شرط بعد سنة أو سنتين، أقل من 5 سنوات، فإحنا ما نحتاج أنه نستخرج الأسس العلمية. حقيقة الرأيين بالاتجاه الصحيح، يعني الباحث إذا استخرج الأسس العلمية أو لم يستخرج عمله ما يتأثر، لكن وفق رأيي أنا أشوف أنه إحنا يفضل أن نستخرج الأسس العلمية لهذه المقاييس. تجيني تسألني ليش؟ يعني إحنا في مجال مثلا في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة،
أجرينا أو بنينا مقياس على طلبة المرحلة الأولى. جينا ورا سنتين هذا المقياس مثلاً يستهدف سمة معينة، سمة نفسية لطلبة المرحلة الأولى. إجا باحث ورا سنتين وأراد أن يستخدم هذا المقياس، من يجي يستخدمه بالتأكيد أكو اختلافات نفسية ما بين هذه المرحلة الأولى واللي قبلها. هذا الشيء طبيعي، أكو اختلاف ما بين هذه المرحلة الأولى والفئة اللي قبلها، ولذلك إحنا نشوف نتداول هذا الكلام إنه والله طلاب المرحلة الأولى هذه السنة أفضل من السنة الفاتحة. سواء من نقول أفضل هنا تروح بعدة اتجاهات، قد تكون اتجاهات علمية أو نفسية أو اجتماعية. هذا التغيير الحاصل يتطلب من عندنا إنه إحنا نجري أسس علمية، لكن لا ضير إذا تم استخدام هذه المقاييس بصورة مباشرة. النوع الثاني من المقاييس وهي المقاييس المعدلة. المقاييس المعدلة اللي نقصد بها بأنها تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى لمسة من قبل الباحثين على فقرات المقياس لكي يلائم العين، لكي يلائم مع التطور، يتلائم مع التطور الحاصل. يعني مثلاً من نجي ناخذ اختبار تحصيلي لقانون كرة القدم، وهذا الاختبار تم بناءه في سنة معينة، ويجي باحث يستخدم هذا الاختبار، من يشوفه بعض الفقرات تتناول مواضيع تم تعديلها في القانون، تم تغييرها في القانون الحديث، فيطلب من عنده تغيير بعض الفقرات، هذا يسموه تعديل. هسه أكو بعض الكليات أو بعض المجتمعات في العراق يقول لك لا هذا مو تعديل هذا تكييف، ويجيك البعض الآخر يقول هذا إعداد. مع اختلاف المسميات، مع اختلاف المسميات، لكن الاتجاه يكون واحد، هو تغيير الفقرة بما يلائم العينة أو بما يلائم الفترة الزمنية التي سيستخدم الباحث المقياس فيه. وحنتناول بعض إجراءات التعديل للمقاييس، لكن نأخذ النوع الثالث من المقاييس، مقاييس الورقة والقلم، وهو المقاييس التي يتم بناؤها من قبل الباحثين، وأيضا سنتطرق إليه بشكل مفصل. اعتبارات وخطوات تعديل المقياس. طبعا من نقول تعديل المقياس هنا أكو اعتبارات حتى نقدر نتجه باتجاه التعديل، ربما الاعتبارات ما تسمح لنا أنه احنا نعدل هذه الفقرات، ممكن استخدامها بشكل مباشر، وربما نتجه باتجاه أكبر من عملية التعديل وهي عملية البناء. من هذه الاعتبارات هي ضرورة، من الضروري إيجاد سبب لتعديل المقياس، وهذا الشيء نوهنا إنه إليه، وهذا الموضوع نوهنا إليه دكتور طارق. وياك دكتور، وياك كمل بس طالع طالع عندك موجود، موجود دكتور احمد. نعم بس الشير دكتور خليل، عفوا الشير، رجع الشير. الشير مظاهر، مظاهر لا لا مظاهر، لا لا مظاهر. دقيقة اوكي. هسه دكتور طارق اوكي؟ لا بعد الشير ماكو، بس تمام استمر. اوكي كمل دكتور احمد، كمل استمر دكتور. نعم دكتور، يعني من الضروري ايجاد سبب لتعديل المقياس، وهذا نوهنا لنا سابقا انه السبب يا اما يكون انه هناك اختلاف في العين. مثلا احد الباحثين استخدم مقياس للقياده الذكيه، هذا المقياس طبعا رحنا على القياده الذكيه لان يشمل الجانب النفسي والجانب الاداري حتى نكون منصفين ما بين التخصصين. استخدم مقياس القياده الذكيه علما للاتحادات المركزيه للجنه الاولمبيه. يجي باحث ورا سنتين يريد يقيس القياده الذكيه او يستخدم هذا المقياس لقياس القياده الذكيه للهيئات الاداريه للانديه. الاتحادات المركزيه هنا نقول للباحث اتجه، هذا السبب سبب وجيه لعملية تعديل المقياس، روح باتجاه التعديل. نجي على نقطة أخرى من الاعتبارات، وهو أنه التعديلات يجب أن تكون أو تشمل جزء بسيط، يعني البعض، من نقول البعض، البعض من الفقرات، من نقول البعض مو مثل من نقول الأغلبية،
كلمة البعض يعني الجزء الأقل من المقياس يحتاج إلى تعديل، الفقرات الأقل تحتاج إلى تعديل، لكن من نقول أغلبية هنا حيصير عنده علامة استفهام، يا أخوي أنت ليش متجه للتعديل؟ أنت لتشتغل لتعدل 90% من الاختبار أو من المقياس، ليش لتروح باتجاه التعديل؟ هنا يصير عنده علامة استفهام، نقول له يا أخي اتجه لعملية البناء أفضل أفضل. من الممكن أنه أنت من خلال عملية التعديل أنه أنت تشيل واحد من المجالات أو المحاور أو تغير بتعريف هذه المحاور أثناء عملية التعديل. قلنا إحنا أشرنا أنه التعديل المقياس قد يكون لأسباب زمنية أو لعينات مختلفة. نجي على إجراءات التعديل، شلون الإجراءات الميدانية لعملية التعديل؟ الإجراءات الميدانية لعملية التعديل تكون بالاتجاه التالي: أولاً يقوم الباحث بتعديل الفقرة، بتعديل الفقرة التي تحتاج إلى تعديل، ومن ثم يعني بحيث تكون ملائمة للعينة أو للفترة الزمنية التي يريد الباحث قياس هذه السمة، ومن ثم عرض هذه الفقرات بصيغتها النهائية على المجموعة من الخبراء. طبعا من يعرض هذه الفقرات على مجموعه من الخبراء ما يعرض فقط المعدل، ما يعرض فقط الفقرات التي تم تعديلها، لا، يتجه او يعرض له الفقره الاصليه وبصفها الفقره المعدله، ويعطي خانه ايضا للملاحظات وخانه للملائمه وغير ملائمه بالنسبه للمقياس. ورا ما كملت التعديل وعرضت على الخبراء واستخرجت الصدق الظاهري، تجي شو يسوي الباحث؟ يسوي تجربة استطلاعية. من خلال هذه التجربة الاستطلاعية جدا ضرورية، جدا ضرورية قبل بالتجربة التعديل، تجربة التعديل، تجربة الأسس العلمية للتعديل، يسوي تجربة استطلاعية. من خلال هذه التجربة حيشوف الفقرات الغير واضحة، حيشوف الفقرات المبهمة للفرد للأفراد أو للعين، حيشوف الفقرات التي ربما تكون خاطئة. طبعاً يختار نموذج من العينة لإجراء هذه العين هذه التجربة الاستطلاعية، ويدون الملاحظات. أي واحد عنده استفسار على فقرة خلي علامة استفهام يروح يراجع هذه الفقرة، وهكذا. فأيضاً فتكون التجربة الاستطلاعية في عملية التعديل جداً ضرورية. بعد ذلك يروح يطبقها على عينة التجربة التعديل على عينة خاصة لعملية التعديل حتى يستخرج بعد ذلك الأسس العلمية للمقياس. والأسس العلمية للمقياس معروفة، هي مشابهة لعملية التعديل، منها الصدق الظاهري، صدق الخبراء، ومنها التجزئة النصفية، وقد يحتاج الباحث أنه يجري الاتساق الداخلي. واحد من الاتساقات الداخلية جدا كافي. ومن الممكن أنه الباحث بعد عملية التعديل يتجه في عملية التقنين، تقنين المقياس إذا لم يكن مقنن، أو حتى يحتاج إلى تقنين جديد لأن باعتبار العينة مختلفة عن العينة اللي سبقتها. يعني هذا الباحث اللي نرجع للمثال السابق، الباحث الذي بنى مقياسه على مقياس القيادة الذكية على أعضاء الاتحادات المركزية، اللي بنى مقياسه على أعضاء الاتحادات المركزية ومقننة، من يجي باحث آخر يعدل هذه الفقرات للأندية، مو معقولة ظل على نفس المستويات اللي توصل إلها الباحث اللي بنى المقياس على الاتحادات. أكيد يحتاج إلى تقنين جديد، وهذه التقنين والمستويات تكون على أعضاء الهيئة الإدارية فقط، بعد ذلك بإمكانه تطبيق المقياس. نعم دكتور خليل، تفضل. شكرا دكتور على هذا الإطلاع الجيد. شكرا. بس دكتور طارق ظهر ال ظاهر لا اللي اعتبارات وخطوات بناء المقياس ظاهر عندنا اعتبارات وخطوات بناء تعديل المقياس. انزل خطوة دكتور. ظاهر بس امشي خطوة دكتور. ايها اوكي دكتور طارق. اوكي يعني نعم. تمام حقيقه يعني تعقيبا على كلام الدكتور احمد داري، يعني هي عمليه البناء مو مختصه ب يعني بجلب او الاتيان بظاهره جديده، لا، انما هي
تغيير موقف قياس هذه الظاهرة، باعتبار أنه كنا نعرف أنه هنالك مجموعة اختبارات أو مجموعة مقاييس مثلاً للقيادة الذكية أو للتخطيط الاستراتيجي أو اختبارات موجودة للقوة الانفجارية أو للقوة المميزة بالسرعة. لكن عندما يأتي أحد الباحثين ويبتكر موقف جديد لقياس هذه الظاهرة يعتبر بناء، فمن الضروري هو تغيير الموقف وتغيير الفقرات وتغيير أيضاً المحاور أو المجالات التي يعني يحتويها هذا المقياس، من أجل أن يضفي لكلمة بناء الرونق الحق، باعتبار أنه كلمة البناء وهي يعني تفسر نفسها هي عملية أعم وأشمل من كلمة تعديل. فتعديل كلمة تأتي لتعديل شيء قد صمم أو قد تم بنائه. الموضوع الآخر هو موضوع البناء والتصميم، حقيقة يعني على عجالة أنه كل يعني الذي قرأناه أنه لا يفرق بين عملية البناء والتصميم سواء بالاختبارات أو بالمقاييس، باعتبار أنه يأخذ نفس الإجراءات، إجراءات البناء سواء الإجراءات النظرية أو الإجراءات الإحصائية والإجراءات والاعتبارات الأخرى. لكن من وجهة نظر متواضعة أنه كلمة التصميم هي كلمة أولى لتصميم اختبار أو مقياس معين، أما كلمة بناء هي كلمة أعم وأشمل، فهي تحوي في طياتها التصميم. أما اعتبارات وخطوات بناء المقاييس يعني من اعتبارات بناء المقاييس هو حتى للتفريق بين ما تحدث به زميلي بالتعديل، هنا بناء يجب أن يكون هنالك مقاييس لكنها مثلا تقيس القيادة الذكية لكنها غير ملائمة لقياسها في الوقت الحالي، لذا يستوجب يعني تغييرها ولا يعني تحقق المردود الإيجابي أو الجيد حتى وإن تم تعديلها. أيضا ممكن لا يوجد مقاييس للسمة المراد قياسها، بمعنى أنه لا يوجد مقياس مثلا لقياس الشخصية أو لا يوجد مثلا مقياس لقياس مثلا على سبيل المثال لا يوجد مقياس لقياس مثلا الطاقة النفسية مثلا على سبيل المثال. أيضا يعني هنالك نظريات ودراسات تدعم سمة معينة، لذا يجب يستوجب علينا يعني أن نذهب باتجاه هذه السمة. أيضا ممكن أن نطلق على المقياس أنه يستحق كلمة بناء إذا كان مثل ما تفضل زميلي، إذا كان حجم التعديل كبير باعتبار أنه هنالك تغيير واسع بالفقرات وأيضا تغيير واسع يعني تغيير واسع أيضا بالمجالات، وأيضا فكرة المقياس تكون مصاغة بشكل أقوى وأرسل من الفكرة السابقة. أما الإجراءات فتحديد الفكرة هي من أهم الإجراءات التي ممكن على الباحث تحديدها، لأن الفكرة هي لب الموضوع، وبالتالي إذا كانت الفكرة جيدة سوف يعني تعطي للباحث أو المختص دعم وشحنات للوصول إلى المقياس بالصورة النهائية. أيضا هذه الفكرة يجب أن تكون يعني جديدة ولم يتم تناولها مسبقا. صياغة الفقرات يجب أن يكون بشكل مختلف عن ما تحدث به زميلي بالتعديل، يجب أن يكون مختلف بشكل جذري، ممكن أن يعني يلاحظ من خلال القراءة أنه تم التغيير بشكل كبير. أيضا ممكن إضافة محاور، رفع مجالات والأتيان بمجالات أخرى غير مطروقة مسبقا، كل هذا هو من إجراءات بناء المقاييس. أيضا الأخذ بنظر الاعتبار الظاهرة المراد قياسها، وخصوصا أن المجال الإداري والمجال النفسي ممكن يعني ممكن هنالك ظواهر لم تكتشف بعد، هناك سمات ممكن اكتشافها حديثا.
الموضوع اللي الآخر بس أنا منتظر يظهر السلايد الآخر حتى بعد ما طلع دكتور. أي هو أنا منتظر دكتور. أوكي هسه ظهر بناء دكتور أحمد ظهر مو ظهر ظهر توكل بقى. أوكي أوكي بناء المقاييس بالمجال الرياضي. طبعاً إحنا وضعنا أنا وزميلي عدة متطلبات للبناء. ويعني أنا أذكر يعني زميل هو قام ببناء مقياس حقيقة يعني بدون ذكر اسمه هو قام بتطبيق هذه المتطلبات، لذلك كان يعني كان متمكنا من الإجابة، كانت هنالك يعني نتائج موضوعية ونتائج غير يعني غير متبعثرة، يعني نتائج مرتبطة فيما بينها. ايضا هنالك كان هنالك محاور مرتبطة بفقراتها الى اخره من متطلبات بناء المقاييس. حقيقة اول متطلب انك ان يعني تستطيع ان تخوض في بناء المقياس يجب ان تكون وفق اساليب صحيحة ومناسبة للبناء، واحنا يعني تحدثنا عليها اتباعا انا وزميلي، وان شاء الله يعني لاحقا هنالك مواضيع بهذا الخصوص. ايضا موضوع التخصص يعني من ضروري انك يعني تاتي يعني بموضوع متخصص، قد يكون تخصص يعني اداري، تخصص وظيفي، تخصص يعني كثير هنالك من التخصصات، تخصص نفسي الى اخره من الامور. وايضا تختار ما هو هذا يعني المصطلح بهذا التخصص النفسي، وما هذا المصطلح بهذا التخصص الإداري وغيره من التخصصات العلمية الرياضية. أيضا يجب أن يكون لديه معلومات كبيرة ولديه القدرة على كتابة الفقرات، وأيضا ملما بالإجراءات جميعها. أيضا يجب أن يعي بالعين التي سوف يقوم بفحصها، باعتبار من غير يعني الصحيح أن نبني مقياس ذو فقرات تحتاج إلى فكر وتحتاج إلى مستوى عينة ثقافي جيد، ونوزع هذا المقياس على عينة لا تمتلك من المستوى العلمي والأكاديمي والثقافي شيء. أيضا أخيرا هو يجب أن تستعد للعمل لفترات طويلة جدا حتى يتسنى لك من الخروج بمقياس مقنع، مقنع لذاتك كباحث، وايضا مقنع للاخرين في قياس الظاهره التي اتى من اجلها. هنالك خطوات علميه لبناء المقاييس في علم النفس الرياضي والاداره الرياضيه، ونحن تطرقنا لهذا لهذين العلمين كما ذكرنا مسبقا، باعتبار ان التدريب والتعلم ياخذ منحنى، غالبيه المنحنى الذي ياخذه هو عمليه التجريب واستخدام الاختبارات العمليه. وغالبيه المقاييس وكما تحدثنا هي مقاييس يقومون بعض الباحثين ببنائها أو ببنائها واتباع خطوات البناء بشكل ارتجالي، وأيضا لا يذهبون للأسئلة والاستفسارات، وأيضا الاطلاع على المصادر والمراجع السابقة، وبالنهاية يصبح الباحث هو المخرج لبناء المقياس. ونحن الآن سوف نتطرق لهذه الخطوات، يعني خطوات بناء المقاييس في علم النفس الرياضي والإدارة الرياضية. طبعا الخطوات العلمية لبناء المقاييس هي تحتوي على عدة أنواع، منها يعني إجراءات إحصائية، منها خطوات قبل الإجراءات الإحصائية، منها خطوات متعلقة بالعينة، منها خطوات متعلقة ب يعني بعدد الفقرات بالمحاور بنوع المقياس. ويعني أنا أنتظر دكتور طارق طلع السلايد اللي بعده. طالع الخطوات العلمية دكتور، الخطوات العلمية أنا بس أنتظر لي السلايد اللي بعده للإجراءات تريد بعد قدام دكتور لو سمحت، يعني استغل هذا الوقت. اي تفضل، ظهرت اجراءات البناء، اذا تريد اكمل وبعدين
دكتور كمل. احمد كمل وبعدين نجي دورك ان شاء الله، احنا نستانس برايك في كمل دكتور. نعم البناء اول ما يعني يدور في خلجات او في فكر الباحثين هو البناء يحتاج الى عينه كبيره، يعني من مسلمات البناء انه يحتاج الى عينه كبيره، باعتبار من غير الصحيح ان نبني بقياس على عينه صغيره، يجب ان نحتاج الى عينه كبيره، وذلك لان هنالك اعتبارات احصائيه نحتاج في درجات لعينه كبيره. قد يتساءل احدكم كم عدد هذه العينه؟ ممكن هنا هاي اراء حقيقه، وللامانه العلميه هاي اراء مو رايي، هاي مجموعه اراء، وانا سوف ادلو بدلوي في اجراءات البناء، لكن هذه اراء لبحوث او مصادر سابقه، يعني ممكن هنا نقول انه العينه تتجاوز ال 300 فرد. ممكن ان يضع الباحث يعني امامه شرط، هو ان يختار عينه تتجاوز يعني عدد الفقرات، لكل فقره خمسه افراد للمقاييس، خمسه افراد للمقاييس ممكن، بمعنى انه لو اتى بمقياس يحتوي على 40 فقره يجب ان يعني يقوم بضرب ال 40 في خمسه حتى يتسنى من عدد العينه 200، يعني 200 شخص. ايضا اذا كان هنالك مقاييس منفصله ومتصله، ومعنى المنفصله انه هنالك محاور او مجالات في هذا المقياس، وفي هذا ولكل مجال فقرات، هذه تعتبر المقاييس المنفصله. وممكن هذه نستخدم كما تحدثنا، هو لكل فقرة خمسة أفراد. أما هنالك مقاييس تأتي كوحدة واحدة للفقرات بدون مجالات، فهذه نستخدم لها 15 فردا لكل فقرة. وأيضا هذا العدد هو له أهمية في عملية التحليل العاملي، لأن حقيقة في التحليل العاملي سوف يفقد الباحث عددا من المجالات، وهذه المجالات هنا أتكلم عن المنفصلة، وسوف يفقد عدد يعني مجال معه عدد من الفقرات، وبالتالي ممكن لا يستوفي عدد الفقرات مع المجال، وأيضا المقياس لا يستوفيه عدد المجالات. لذلك يفضل أنه يعني حسب رأي غيري وليس رأيي أنا، رأيي المتواضع، أنهم يذهبون باتجاه إذا كان المقياس متصلاً أي بدون مجالات يذهبون للتحليل العاملي، أما إذا كان منفصلاً فلا يذهبون للتحليل العاملي ويكتفون بأنواع للصدق أخرى، وسوف أتحدث عنها، ومنها صدق التلازم، عذراً آسف، صدق المحك، أي بمعنى يأتون بمقياس يقيس نفس الظاهرة في دولة أو في مطبق على دولة أخرى أو عينات أخرى، وممكن يعني استخراج معامل ارتباط بين هذا المقياس والآخر، واستخراج الصدق المحك كبديلا عن صدق العامل. وهنالك محور للصدق العامل سوف نتحدث عنه لاحقا. العينة يجب أن تكون يعني وفق هذا المنظور الذي تحدثنا به، ويجب أن تكون أيضاً مختلفة عينة البناء، يعني إذا استخدمنا 300 فرداً أو لاعباً لمقياس معين يجب أن يكون هذا فقط للبناء، وعينة التجربة الاستطلاعية يجب أن يكون لها عدد من المجتمع، وعينة التقنين إذا كان هنالك هدف للتقنين، وعينة للتطبيق إذا كان هدف للتطبيق. وحضراتكم من البديهي قد مررتم بتجارب من هذا النوع. ايضا يجب ان يحتوي البحث على يعني هدف من القياس، وايضا اسم المقياس وتحديد الظاهره المطلوب قياسها بدقه، وايضا توضيح مفهومها ودواعي بناء المقياس الجديد، حتى ممكن يتسنى للقارئ او المتلقي معرفه الهدف او السبب من البناء. ايضا يجب في يعني نهايه
الأمور هاي كلها يجب أن يكون الباحث ذو موضوعية، ذو أمانة علمية، ذو حرص، ذو ثبات، التعامل مع الأرقام الإحصائية بشكل يعني صحيح حتى يتسنى له من استخراج المقياس بصورة نهائية جيدة. هنالك إجراءات إحصائية وهي الإجراءات المهمة، وهي الباس الذي يعطى للباحث في اعتماد هذا المقياس من غيره أو إلغائه. وحقيقة ممكن احنا مر علينا آلاف المقاييس، بالنهاية الباحث حقيقة يأتي بهذا المقياس ويثبت إجراءاته الإحصائية يعني بمنتهى المصداقية. لذلك نحن لم نشاهد أنه باحث أتى بمقياس للبناء واستوقف في نصف الطريق وقال أنه هذا المقياس لا أستطيع من تكملة بناءه لأنه لا يستوفي سواء الشروط العلمية للإحصائية أو الشروط اللي تكلمنا بها، شروط إجراء أو إجراءات بناء أو اعتبارات بناء المقاييس. إعداد أولاً يجب أن نعد أبعاد المقياس المحاور، وإعدادها يتم من قبل الباحث بالاستعانة بالمصادر العلمية، وبعدها تخضع لمحكمين ومتخصصين في مجال يفضل يعني أول ما يختار الباحث يعني تخصصات هؤلاء المختصون أو المحكمون، يجب أن يختار أشخاص متخصصين في نوع التخصص، قد يكون علم نفس، إدارة رياضية أو أي تخصص آخر، ويجب الاستعانة بذوي الاختصاص الرئيس وهو القياس والتقويم أو الاختبارات والقياس. فيجب أن يكون، يفضل أن يكون اختبار القياس وبنوع التخصص، يفضل أن يكون من هذا النوع. أيضا يجب أن يأخذ نسبة 80% أو أكثر من آرائهم حتى يتم الاتفاق على هذا المحور، أو يجب أو عذرا أو ممكن استخدام وسيلة إحصائية أخرى. هاي الوسيلة ممكن يستخدم الأهمية النسبية، وهي بإعطاء مستويات ومن ثم تقسيمها عن طريق النسبة المئوية، ونحن ليس في موضوع شرح هذه الأهمية النسبية، هي يعني موضوع متداول وحضراتكم مطلعين عليه. لكن هنالك وسيلة إحصائية ممكن اتباعها إحصائيا، وهي اختبار الكاي تربيع أو الكاي سكوير، وهو الاستخراج الموافق من غير الموافق أو الرافض من غير الرافض للمحاور. وبالتالي سوف يجهز الاختبار بمحاوره أي الأبعاد، ومن ثم نأتي إلى يعني الذهاب لإعداد الفقرات. تفضل دكتور أحمد لإعداد الفقرات. نعم دكتور، طبعا بعد ما يجري الباحث الصدق المنطقي من خلال عرض المحاور والمجالات والتأكد من قبولها لدى العينة، يقوم الباحث بإعداد فقرات بهذه المجالات من المجالات المختارة، ويبدي بوضع هذه الفقرات حسب المحاور وحسب المجالات. يعني كل مجال مثلا، مجال مثلا القوة يدرج تحتها الفقرات الخاصة بهذا المجال، ومن ثم المجالات الأخرى. ويجب أن يراعي الباحث عند صياغة الفقرات أن تكون الفقرة بعض النقاط، مثلا أن تكون الفقرة معنى واحد، يعني ما يشتت القارئ بالمستقبل، أنه ماكو هناك تشتت من خلال قراءة هذه الفقرة. أن تكون اللغة يعني واضحة ومعمول فيها، يعني يلتزم في اللغة الفصحى، يلتزم اللغة الفصحى، لكن مع ضرورة المحافظة على مستوى فهم العينة بالمستقبل. الاعتماد يعني والابتعاد من خلال هذه الفقرات، من خلال هذه النقطة، عن العبارات الغير مفهومة أو الضعيفة، فضلا عن ذلك أن تصاغ بصيغة صحيحة. يعني من يكون المقياس لقياس سمة شخصية للعينة نفسها أن تكون بصيغة المتكلم، ومن تكون لقياس شخص ثالث أن تكون بصيغة الشخص الثالث. وأن يتجنب الباحث استعمال الكلمات التي تحتوي على أكثر من معنى.
بعد ما يكمل الباحث من بناء الفقرات وتكون جاهزة، يبدأ بعرض هذه الفقرات على الخبراء. ويجب مثل ما تفضل الدكتور خليل، يجب أن يكونوا الخبراء ذات صلة في التخصص أو الموضوع الذي يروم الباحث البحث فيه. يعني أنا من أجي أكتب أو أبني مقياس أو أعرض فقرات لعلم النفس، لموضوع في علم النفس، ما روح أودي الفقرات لخبير بعلم البايوميكانيك، لا زغرا، لكن التخصص في هذا المجال ضروري جدا. بالإضافة إلى الفقرات واللي تكون يجب أن تكون تحت كل فقرة تحت المجال التي تنتمي إليه، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يضع الباحث في الاستبانة أوزان هذه البدائل. وأوزان هذه البدائل اللي نقصد به يعني الطريقة التي يجيب عليها من خلالها العينة. يعني أكو مقاييس تكون ذات بدائل وفق بدائل ليغر، ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية، سباعية، وحتى التساعية، لأن هذه البدائل ترتبط بالفقرة ارتباط جدا قوي، وإضافة إلى ذلك ترتبط بمستوى العين. يعني أنا كباحث من أجي أكتب الفقرة وأختار البدائل لهذه الفقرة، يجب أن تكون البدائل ملائمة مع شرطين، ملائمة مع نقطتين. النقطة الأولى ملائمة مع الفقرة، والنقطة الثانية أن تكون ملائمة مع مستوى العينة. كل ما يزيد مستوى العينة، مستوى ثقافة العينة، عمر العينة، حتى العمر التدريبي، الخبرة في المجال العملي بالنسبة للعمل الإداري بالنسبة للمقاييس الإدارية، كل ما يزيد مستوى العينة كل ما ممكن للباحث أن يزيد من عدد البدائل أن يتجه للسباعي والتساعي. لكن كل ما يهبط مستوى العينة يحتاج للباحث أن يقلل هذه البدائل. فلذلك من حق الباحث، من حق الخبير أن يطلع على هذه البدائل. قد تكون هذه الفقرات باتجاه الاختبارات التحصيلية، يعني الاختيار بالصواب والخطأ، أيضا أن تكون واضحة للخبير حتى يقدر يبدي رأيه ويساعد الباحث. ومساعدة الباحث بالنسبة للخبير حتكون يا أما بالحذف، يا أما بالتعديل، يا أما في دمج الفقرات أو الإبقاء على الفقرة كما هي أو إضافة فقرات أخرى. نعم دكتور. بعد ما يعني عدينا محاور المقياس وأيضا فقراته، طبيعة الحال قبل الذهاب لعينة البناء فاتنا أن نذكر أننا نذهب لعينة استطلاعية، وكما تحدث زميلي مسبقا هو في يعني في اختبار المقياس ومدى صلاحيته للعينة، وأيضا مدى صلاحية الإجابة ومعرفة الوقت الذي سوف يتم الإجابة عن هذا المقياس، أي بتحديد الوقت يعني بتحديد أقل وقت وأعلى وقت، ومن ثم اختيار وقت يعتبر متوسط بين هذين الوقتين. بعد أن تأكدنا من المقياس نذهب لتوزيعه على عينة البناء. وقد يعني أنا أذكر هنا بمعلومة عفوا يعني أتفق مع أستاذي وإن شاء الله يعني الله يصبر على فقدان أخيه دكتور صالح راضي، أنه إجراءات بناء المقاييس أصبحت من الإجراءات السهلة والسلسة والتي يعني ممكن اتباعها بشكل متسلسل. لكن متى تكمن صعوبة بناء المقاييس؟ تكمن صعوبة بناء المقاييس هو في اختيار يعني في اختيار المصطلح العلمي الذي على أساسه سوف يتم بناء المقياس. أيضا أين تكمن صعوبة بناء المقياس؟ هو في استخدام وسائل إحصائية غير انتقائية، وسائل إحصائية رصينة، وخير هذه الوسائل وأقواها هو الصدق العاملي لاستخراج هذا المقياس. أيضا قد يتحدث يعني البعض يقول إن مقياس الورقة والقلم يعتبر من أضعف مقاييس، من أضعف المقاييس هو مقياس الورقة والقلم، لكنه هو مقياس ومعتمد وممكن قياس العين به، ولكن ضعفه يتجلى في عدم صياغة الفقرات والمجالات بصورة صحيحة.
وايضا عدم اخضاع هذا المقياس لاجراءات رصينه. حتى لا اطيل عليكم، ان عينه البناء هي سوف يطبق عليها المقياس كما ذكرنا سابقا، وبعدها نجري الاحصاء للدرجات. اول خطوه هي باستخراج القدره التمييزيه وهي كالاتي، هو بترتيب الدرجات تنازليا او تصاعديا، اي درجات العينه كلها. مثلا هنالك عندنا عدد من العينه 100 لاعب او 100 فرد، نسلسلهم بشكل تنازلي او تصاعدي، ومن ثم استخراج نسبة 27%، وهذه النسبة هي معتمدة في المصادر العلمية، مع انه بعض المصادر العلمية تقول انه في حالة يعني كانت العينة قليلة ممكن الارتفاع بهذه النسبة واخذ نسبة 50%. بعدما اخذنا نسبة 27% من مجموع الدرجات العليا التي حصلت عليها العينة، وايضا بنفس النسبة من مجموع الدرجات الدنيا، نذهب لاختبار جيل العينات المرتبطة، وأيضا نستخرج دلالة الفروق بين الوسط للدرجات العليا والوسط للدرجات الدنيا، وبطبيعة الحال إذا كان الفرق معنوي لصالح الوسط الأكبر، إذن هذا المقياس عفوا وهذه الفقرة هي يعني تمتلك صدق تمييزي، أي تميز بين الجيد والذي أجاب بشكل صحيح على العينة والذي يعتبر مستواه ضعيف لأنه حصل على درجة دنيا من المقياس. أيضا بعدها يعني بعد هذا نذهب إلى نوع آخر. تفضل دكتور أحمد. نعم دكتور، بعد إجراء القدرة التمييزية للفقرات نتجه باتجاه نوع آخر من الصدق، هو صدق الاتساق الداخلي، يعني الاتساق الداخلي للمقياس. طبعا الاتساق الداخلي يكون بثلاث انواع، وحقيقه ما ممكن ان نميز نوع على نوع اخر، فانا انصح الباحثين في عمليه البناء انه يستخدمون الانواع الثلاثه للاتساق. فمن هذه الانواع هي اولا علاقه الفقره بالمقياس، علاقه درجه الفقره بالدرجه الكليه للمقياس، هذا النوع الأول من الاتساق الداخل. طبعاً هذا نوع من الاتساق من خلاله نقدر نستخرج مدى علاقة هذه الفقرة بالدرجة أو بالمقياس ككل، يعني مدى ارتباط الفقرة بالمقياس. أما النوع الثاني فهو الاتساق الداخلي ما بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال، ومن خلال هذا النوع من الاتساق نتجه باتجاه أو نستطيع أن نتعرف عن مدى علاقة الفقرة بالمجال الذي تمثله. والنوع الثالث للاتساق وهو علاقة المجال بالمقياس، وهو من خلاله بإمكاننا أن نستخرج مدى علاقة المجال بالمقياس ككل. من خلال هذه الأنواع الثلاثة للاتساقات، وبعد تعرفنا على الهدف من كل نوع، فأكيد الأنواع الثلاثة مهمة جدا لكل المقاييس وضرورية جدا، فما ممكن إنه إحنا نستخرج علاقة الفقرة بالمقياس ونهمل علاقة الفقرة بالمجال، أو نهمل علاقة المجال بالمقياس. ضرورية جدا إنه إحنا نستخدم الأنواع الثلاثة. فضلا عن هذا، إنه استخدامنا للأنواع الثلاثة ما يكون بشكل عشوائي، يعني مو أنا أجي أشوف علاقة الفقرة بالمقياس وبعدين أجي أشوف علاقة المجال بالمقياس وبعدين أشوف علاقة وهكذا. لا، يجب أن يكون هناك ترتيب إجرائي لعملية الاتساق الداخلي. فنبدأ مثل الإجراءات الأولية بالبداية، إحنا مو اتجهنا باتجاه معرفة الصدق المنطقي للمجالات، أنا أجي أشوف مدى ارتباط المجال بالمقياس كخطوة أولى، وبعد ما أتأكد من ارتباط المجال بالمقياس أتجه إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية بالإجراءات تعرفنا على الفقرات ومدى ارتباطها بكل مجال، فأجي على الخطوة الثانية التعرف، يعني الاتساق اللي يخص العلاقة ما بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال. بعد ذلك أستخدم النوع الثالث من الاتساق وهو علاقة الفقرة بالمقياس
ككل، وهذا العمل سوف يكون متكامل ويظهر لنا المقياس بصورة جيدة ويكون جاهز لإجراءات أخرى، منها إجراء التحليل العاملي والذي سوف يتطرق له زميلي الدكتور خليل ستار، فليتفضل. طبعا الصدق العاملي هو نوع من انواع الصدق ويستخدمه الباحثون في بناء المقاييس وكذلك بناء الاختبارات والبطاريات، ونحن قد تحدثنا عن هذا النوع يعني تكرارا ومرارا في محاضرات سابقه، لذلك سوف نتطرق له بشكل يخص المقاييس فقط، لانه يعني اسلوب التحليل العاملي في بناء المقاييس يختلف بعض الشيء، يعني لا يختلف احصائيا اجرائيا اجراءات ضمن يعني الحقيبة الإحصائية الـ SPSS، لكن يختلف في الشروط أو هنالك أنواع من الشروط لا تستخدم هنا وهناك، وبالتالي سوف نختص فقط في المقاييس. يعني أن من الأسباب التي من الممكن أن يأخذ بها الباحث في استخدام التحليل العاملي من عدمه هو أولاً يجب يعني الباحث يروم أن يأخذ فقرات ذو تشبعات عالية وذي انتقاء عالي وملائمة وجيدة. أيضا هو كإجراء من الإجراءات الإحصائية، أي هو يعامل كمعاملة أنواع الصدق الأخرى اللي تحدث بها زميلي دكتور أحمد، اللي هي صدق الاتساق الداخلي، وأيضا ممكن صدق المحتوى والصدق الظاهري اللي خاص بالخبراء وبمحتوى الموضوع أي المجالات. ايضا مثل ما نقلناكم عن اراء المصادر والابحاث واراء زملاء اخرين، انه يجب ان يخلو المقياس من المحاور، يعني يكون متصل. ممكن تستخدم التحليل العامل، وانا هنا يعني سوف اعطي رايي انه هو استخدام التحليل العامل يحتوي على شروط سوف نتكلم عليها لاحقا، وهو هذه الشروط هي تعطيك أرقام، وهذه الأرقام هي من يسمح لك بالذهاب لإجراء التحليل العاملي من عدمه، أي أن التحليل العاملي من وجهة نظر المتواضعة هو لا يتحكم بارتجالات، إنما يتحكم به أرقام. إذا ظهرت هذه الأرقام وقارناها بمستويات موجودة ضمن مقاييس ضمن أرقام يعني موجودة لمصادر علمية رصينة، ممكن الذهاب لإجراء التحليل العاملي. وإذا لم نستحصل على هذه الأرقام وكانت هذه الأرقام ضعيفة أقل من المستوى المحود أو المقر، يجب عدم استخدام التحليل العاملي والاكتفاء بالأنواع الأخرى، ألا وهي الاستعانة ممكن بصدق المحك، وكما تكلمت أن هنالك مقاييس من دول أخرى من عينات أخرى ممكن إجراء معامل ارتباط فيما بينها، وإذا كان الارتباط معنوي باعتبار أن مقياسنا هو يقيس الظاهرة أو نفس الظاهرة التي أتى من أجلها. ممكن طالب أو باحث يتكلم ويقول أنا لا أستخدم التحليل العاملي، وهنا حقيقة يعني يجب ان لا تكون يعني عمليه استخدام التحليل العاملي من عدمه هي عمليه انتقائيه، يجب ان يستخدم التحليل العاملي اذا اراد مقياس ذو مواصفات عاليه. ايضا هنالك شروط واجراءات للتحليل العاملي، واول شرط واجراء التحليل العاملي هو يجب ان تكون حجم العينه، هنا ممكن الابتعاد عن كل الآراء السابقة والاكتفاء بهذا الرأي، هو إخضاع العينة لصلاحية الكايزر مير الأولكن أو الكي أم أو، وهي أكبر من النصف، وهي 0.5 أو عفوا 0.52 أو 529، وهذا الرقم ممكن نقارنه بالرقم الذي نستخرجه من عملية هذا الاختبار بطريقة الKMO، وإذا كان الرقم أعلى لحجم عينتنا ممكن الذهاب للخطوة الثانية وهي مصفوفة الارتباطات التحليل العاملي. أما إذا كان الرقم أقل من هذا من الرقم الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة، فيقوم الباحث بالامتناع ويذكر أسباب امتناعه عن إجراء التحليل العاملي. أيضا مصفوفة الارتباط وهي من شروط إجراء التحليل العاملي، وذلك للكشف
عن معاملات الارتباط الموجبة والسالبة بين متغيرات الداخلة ضمن التحليل العامل، وهي مهمة. لذلك نرى مثلا إذا استحصلنا فقرة معينة للمقياس ومتشبع بأكثر من عامل، إذا ذهبنا إلى مصفوفة الارتباط سوف نجدها أنها متأقلمة مع بقية الفقرات. متأقلمة يعني بمعنى يوجد لها ارتباط مع بقية الفقرات. بعد مصفوفة الارتباط التحليل العاملي هناك مصفوفة قبل التدوير يخلص لها التحليل العاملي، وأنا هنا يعني واضع مثال أنه ممكن نستخرج بالتحليل الأول 20 عامل، نختار منها 7، وهذا اختيارنا لسبعة عوامل لأن هنالك شروط لتفسير العامل سوف يتطرق لها الدكتور أحمد داري لاحقا. وهاي الشروط هي أنه يجب أن يكون العامل 0-1 على الصحيح فما فوق حتى نعتمد هذا العامل ضمن العوامل الفائزة أو الناجحة ضمن التحليل العامل. بعدها ندور مرة أخرى وهي عملية تدوير، يعني مصفوفة التدوير بعد التدوير، وهي المعتمدة في عملية تفسير العوامل المعتمدة الأخيرة، لأننا بعد هذه المصفوفة لا نقوم بأي تدوير للعوامل ولا للفقرات، وهنا يتسنى لنا من اختيار الفقرات. وأيضا هنا سوف ترفع قيمة التشبعات الكبيرة وتقل قيمة التشبعات الصغيرة كما يعني ذكرنا سابقا، من خلال أن هذه العملية سوف تبعد المحاور وتزيل الغموض، وأيضا تعطينا عوامل وفقرات هي كانت يعني جيدة للعينة والعينة يعني أجابت عنها بصورة صحيحة ومرتبة. عملية تفسير العوامل، تفضل دكتور أحمد لشرح. نعم دكتور، طبعا قبل ما أبدأ في عملية تفسير العوامل أحب أن أنوه على نقطة مهمة جدا، أن التحليل العاملي كما تفضل زميلي الدكتور خليل بأنه من أفضل أنواع صدق البناء، خصوصا في المقاييس الورقة والقلم. هناك فكر رائج بأن التحليل العاملي بإمكانك أن تستخدمه أو لا تستخدمه في عملية البناء، لكن وفق وجهة نظري بأن ما تكون هناك فرصة لاستخدام تحليل عاملي، يعني واجب عندما تكون هناك فرصة، مثل ما تطرق زميلي دكتور خليل أكو اختبار لصلاحية استخدام التحليل العاملي وهو الـ KMO، وهذا المبلغ يساعدني على شراء سيارة معينة في بالي، هذا المبلغ يساعدني على شراء سيارة موديل 2020 أو 2021 يعني موديلها، أموري عدلة. أجي أنا أترك هذه السيارة اللي موديل 2020 أو اللي موديلها وأروح أشتري سيارة موديل 2010 من نفس النوع ونفس الماركة، مع العلم أنا أمتلك الفلوس، أمتلك المبلغ اللي يساعدني ويأهني على شراء هذه السيارة. أكيد أكو خلل، أكو خلل عندي حتى أروح أتجه وأشتري سيارة بالموديل الأقل، مع العلم أنا ميسور الحال وأموري زينة ومتمكن من شراء هذه السيارة. فأني فقراتي وعينتي تسمح لي باستخدام التحليل العاملي اللي هو أفضل أنواع الصدق، أنا أعوفة وأروح أتجه بأنواع أخرى وأكتفي؟ لا، أكيد أكو خلل. فلذلك وجهة نظري وجوب استخدام التحليل العاملي إذا ما نجحت بيانات الاختبار أو المقياس في اختبار الـ KMO. ندخل في عملية التفسير، تفسير العوامل. عملية تفسير العوامل مهمة جداً في المقاييس النفسية، ومثل ما تفضل دكتور خليل على الباحث أن يضع شروط التحليل العاملي منذ بدايته إلى الانتهاء من عملية التفسير. هذه الشروط هي حصير بمثابة الركائز الرئيسية
لتكملة هذا الإجراء المهم وضروري جدا. من نوصل لعملية التفسير، فبعد ما نشاهد مصفوفة الارتباطات ما بعد التدوير نجي نحلل العوامل، فكل عامل من هذه العوامل حتتشبع به مجموعة من الفقرات. أي عامل ما ينقبل، أي عامل من هذه العوامل لا يمكن قبوله إلا إذا كان جذر الكامل أكثر من واحد عدد صحيح. طبعاً بإمكاننا أنه إحنا نزيد هذا الرقم، يعني بإمكاننا أنه إحنا ندخل في التحليل العاملي ومن خلال أوبشن بسيط في الـ SPSS أنه إحنا نخلي هذا الجذر الكامل ممكن اثنين، ممكن ثلاثة. بس في عملنا في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة أو البحوث الإنسانية اللي تتجه بالإدارة والاقتصاد وعلم النفس، إحنا نتجه للواحد عدد صحيح اللي هو أقل جذر كامل للتحليل العاملي، لأن كل ما نزيد الجذر الكامل بالتالي حتقل العوامل اللي نستخرجها من التحليل العاملي، وهذه النقطة قد تجعلنا نخسر مجموعة كبيرة من الفقرات. فلذلك أنا أنصح باستخدام الجذر الكامل الواحد على الصحيح. هذه النقطة الأولى لقبول العامل. النقطة الثانية، يجب أن يتشبع العامل المقبول بثلاث فقرات أو أكثر. يعني العامل اللي يتشبع بفقرتين يجب أن يهمل لعدم تشبعه بثلاث فقرات وفقا للشروط، وهذا يجب أن يضعها الباحث في الشروط حتى أي شخص يجي يقرأ التحليل العاملي يفهم أنه هذا الباحث حذف هذا أو همل هذا العامل لإخلاله بالشروط التي وضعها الباحث. أي عامل يحتوي على ثلاث فقرات وأكثر يقبل. بعد ذلك حتى يعني نكون شوية متخصصين في الموضوع، هناك فقرات تتشبع بأكثر من عامل. عندما تتشبع الفقرة بأكثر من عامل هناك اتجاهات على الباحث أن قبل بدايته في عملية التفسير يحدده. يعني الاتجاه الأول هو اللي يشير أنه في حال تشبع أكثر من فقرة في عامل واحد تهمل هذه الفقرة من العاملين في المقياس النهائي. وطبعا هذا الرأي يعني أنا ما يعني شوية ما أتفق وياه. ليش؟ شلون؟ يعني هذه الفقرة تتلائم ويا عاملين. أنا الفقرة اللي تشبع بعامل واحد أنا لا أتشلب بيها وأريدها، وفقرة تجيني تشبع في عاملين أهملها، هذا مو من الأنصاف. الطريقة الأخرى اللي هي ممكن أن نعمل بها، أنه أنت بإمكانك أن تختار الفقرة بأي عامل بإمكانك أن تحافظ على هذا العامل. يعني نجي العامل رقم واحد، العامل الأول تشبعت به أربع فقرات من ضمنها الفقرة رقم خمسة، ونجي على العامل الخامس، متشبعة به ثلاث فقرات فقط ومن ضمنها الفقرة خمسة. إذا أنا أخذت الفقرة رقم خمسة بالعامل الأول اللي هو بأربع فقرات، حسيطر على أربع فقرات وأهمل العامل الخامس. ليش؟ لتشبع فقرتين بي. فأني أتجه باتجاه أن تكون هذه الفقرة الخمسة في العامل الخامس. ليش؟ حتى أحافظ على هذا العامل الخامس، وبالتالي كسبت ست فقرات بدل ما أكسب أربع فقرات فقط. هذه طريقة أخرى. والطريقة الثالثة اللي أنا وزميلي دكتور خليل دائماً ما نحبذها في عملية تفسير العوامل، وهي في حال تشبع نفس الفقرة في عاملين، نجي ناخذ التشبع الأعلى. وين الفقرة تشبع بقيمة أعلى من تشبعها الثاني ناخذها. يعني نجي نفس المثال، الفقرة الخامسة بالعامل الأول متشبعة برقم 0.600 مثلا بالعامل الأول، وبالعامل الخامس متشبعة الفقرة بقيمة تشبع 0.605. أنا أروح أخذها بالعامل الخامس اللي تشبعها 0.605. ليش؟ لأن هذا تشبعها أفضل
من هذا التشبع. تشبعها بهذا العامل، ارتباطها بهذا العامل أكثر من ارتباطها بالعامل الأول. فهذه العملية لازم أنوه إلها في شروط التحليل العاملي مثل ما تفضل دكتور خليل. التشبع طبعاً أنا أحدده أيضاً قبل التحليل العاملي. هل أنا أخذ التشبعات ذات المستوى العالي، التشبعات العالية اللي هي أعلى من 0.5، أعلى من 0.5، لو أني أخذ التشبعات ذات المستوى المتوسط اللي هي أعلى من 0.3، هذا يبقى الشرط عند الباحث، بإمكانه أن يأخذ 0.3 وأكثر أو 0.5 وأكثر. من خلال عملي في عمليات البناء لإخواني الباحثين، أنا أجيب البداية إيش أسوي؟ أسوي تحليل عاملي للتشبعات المتوسطة 0.3، تحليل عاملي 0.5، تحليل عاملي 0.4، ثلاث أنواع، وأسويها فرشة. من خلال التفسير أجي أشوف إذا 0.3 ظهراً هلقت فقرات، 0.4 ظهراً هلقت فقرات، 0.5 ظهراً هلقت فقرات، أشوف أيهما ملائمة أكثر. بالإضافة إلى ذلك علي أن أحافظ على المجالات التي يحتويها المقياس، يعني أن كل مجال المفروض ما يقل عن 3 فقرات، واحتمال من خلال الحذف وتجذيب الفقرات احتمال واحد من المجالات يقل عن 3 فقرات، وبالتالي نهمل المجال. وأنا هذا الشيء ما أحبذ، لأن المجال معترف به من قبل الخبراء وتم الاعتراف به من خلال الصدق التمييزي ومن الاتساقات الداخلية وهكذا. فلذلك أنا ما أحبذ أنه إحنا نخسر واحد من هذين المجالات. نعم دكتور خليل تفضل. يعني تعقيبا على كلامك دكتور، نعم دكتور. عملية تفسير العوامل أنا في رأيي، وأنا تناقشت مع أساتذتي يعني في مجال الاختبار والقياس، أنه هي نعم. عملية يعني حقيقة متغيرة، في خصوصا انه اذا ما تم بناء اختبارات او بناء بطارية، يعني بناء الاختبارات يختلف عن بناء البطارية، وبناء البطارية يختلف عن بناء المقاييس، والمقاييس تختلف عن الاثنين وهكذا. ولكن حقيقة يعني عملية التحليل العاملي هي نوع من انواع الصدق، بمعنى نحن عندما نجري يعني معاملات احصائية لمعامل ارتباط مثلا، نأخذ الارتباط الذي إذا ما قورنت السيجنفايت اللي SIG بمستوى الدلالة في بحوثنا 5%، إذا ما قورنت إذا كانت أصغر فهذا ارتباط معنوي، بمعنى ممكن هذا الارتباط دكتور يعني ممكن يكون 0.2 صعودا ل 0.9 مثلا. نعم حقيقة تعقيبا على كلام العوامل الدالة، أنا في رأيي ممكن يعني رأيي المتواضع، ممكن أن يضع الباحث شرط ويقول أني سوف أعتمد العوامل التي جذرها الكامل 2 عدد صحيح فما فوق. وحضرتك دكتور تعرف أنه المصفوفة تظهر لك يبدي العامل يعني يبدي من رقم كبير نزولا إلى أقل رقم هو الرقم 1 أو 2 أو 2 إذا اختار 2 بالضبط. ممكن، بس في حال وضع هذا الشرط اللي تحدثت به حضرتك نحن نذهب مباشرة إلى 1 عدد صحيح، يعني أي رقم فوق 1 عدد صحيح. دكتور خليل، دكتور طارق، دكتور طارق نعم دكتور خليل وياك. دكتور طارق، دكتور أحمد وياك، دكتور خليل موجود على الخط؟ لا يمكن فصل عند النت. نعم مو إشكال نكمل. حقيقة دكتور. يعني نعم دكتور أشكرك. حقيقة الرأي دكتور خليل يعني هو صائب، يعني ممكن للباحث إنه إحنا وتطرقنا لهذا الموضوع، ممكن للباحث إنه يختار الجذر الكامل من خلال أوبشنات التحليل العاملي أن يكون 2 أو 3،
ممكن، لكن هذا الموضوع حيكلفه مسألة مهمة جدا، إنه حيخسر العوامل، لأن التحليل العاملي يبدي من أعلى درجة إلى الدرجة اللي يتم تحديدها بالأوبشنات. إذا حدد واحد فاعتيادي رقم من 2 إلى 1 هاي العوامل حيكسبها، لكن إذا حدد 2 هذه العوامل اللي من 2 من الجذر الكامل من 2 إلى 1 حيخسرها، قد تصل إلى 7 عوامل 6 عوامل واحتمال يخسرها، وهذه خسارة تكلفنا، بالتالي خسارة للفقرات اللي بناها الباحث. وإحنا حقيقة بالنسبة للتخصصنا في علم الناس والإدارة، يعني التخصص في المقاييس ورقة والقلم، الفقرة تكون عزيزة جدا على الباحث، لأن يتعب ويبذل جهد كبير جدا يلا يقدر يبني هذه الفقرة ويصيغها بصياغة سهلة وواضحة للعين. نتجه إلى مبحث ثاني، مبحث آخر، وهو تكملة الأسس العلمية للمقياس من خلال الثبات والموضوعية. عملية الثبات مثل ما تعرفون اللي نقصد بها بأنها أنه إذا ما تم تكرار أو تم تكرار المقياس مرة أخرى على عينات مختلفة تعطينا نفس الدرجة. يعني إحنا من نجي للثبات للمقاييس، طبعا المفروض انه احنا نستخدم انواع مناسبه للثبات، انواع مناسبه للثبات. ليش؟ لان هنا مثل ما تفضل دكتور خليل، هنا اكو انظار كثيره الى اختبارات الورقه والقلم تشير بانها من الاختبارات او المقاييس الضعيفه، لذلك احنا شلون نقوي هذه المقاييس والاختبارات؟ من خلال الأسس العلمية الصعبة. احنا ليش نجي نشتغل تحليل عاملي؟ ليش نشتغل على قدرة تمييزية؟ ليش نشتغل اتساق؟ وليش حتى نعرض على الخبراء؟ ولي يعني للأسف بعض الأساتذة بدأ يشكل على عملية عرض المقاييس للخبراء. يا أخي، عرض المقاييس على الخبراء هو أحد وسائل الصدق المستخدمة في عملية البناء، الصدق المستخدمة في أحد وسائل الأسس العلمية المستخدمة في البحوث العلمية. فلذلك هذا الشيء ما بإشكال ويكون طبيعي. فعملية اختيار نوع الثبات هو ضروري جدا من ضروريات الباحث لكي تظهر لنا النتائج بشكل مناسب. حقيقة الأمر احنا من خلال دراساتنا في مجال المقاييس انه احنا نحبذ انه احنا نستخدم نوعين من الثبات، والنوع الأول هو ألفا كرونباخ، والنوع الثاني هو التجزئة النصفية. من نجي على ألفا كرونباخ يظهر من خلال الاس بي اس اس ويظهر لنا رقم، المفروض هذا الرقم لا يقل عن 0.60 حتى يكون الاختبار ثابتا. وهذا الموضوع طبعا نقدر نشوفه في مقاييسنا، من نروح نشوف المقاييس انه الاختبار ثابت ووفق معيار ألفا كرونباخ، والتي كان برقم 0.88 0.89. الثبات يكون من 0.60 فما فوق. نجي على الطريقة الثانية وهي طريقة التجزئة النصفية، وهذه طريقة التجزئة النصفية من أهم أنواع الثبات المستخدمة في المقاييس. يعني أكو مسألة رائجة إنه إحنا المقاييس اللي تكون بعدد للفقرات فردي لا يمكن استخراج التجزئة النصفية إلها، لا يمكن استخدام التجزئة النصفية كأحد أنواع الثبات لها. وفي الحقيقة أنه من خلال الـ SPSS لا بإمكاننا أنه إحنا نستخدم المقياس الذي يحتوي على عدد من الفقرات فردي في التجزئة النصفية. فنشوف مثلاً من نجي من نأخذ مقياس يحتوي على 51 فقرة، هذا العدد هو فردي، من نطلب من بالـ SPSS انه احنا يستخرج لنا التجزئة النصفية باحدى الوسائل. يعني التجزئة النصفية اكو بها نوعين، يا اما ينصف الاختبار او المقياس الى نصف اولي ونصف ثانوي، اما ينصف الاختبار الى الارقام او الفقرات الفردية او الفقرات الزوجية. فناخذ النصف الفردي، النصف العلوي والنصف السفلي الى جزئين، حنجي نشوف انه يقسم الـ SPSS حيقسم الفقرات إلى قسمين. القسم الأول يحتوي على الفقرات من 1 إلى 25، من 1 إلى 25
بالإضافة إلى الفقرة رقم 26. ونجي على القسم الثاني حنشوفه يقسمه من الفقرة 27 إلى 51 بالإضافة إلى الفقرة 26. يعني الفقرة الوسطية حيخليها بالبارت الأول والبارت الثاني، ويجي عملية الارتباط. هنا ايش حيطلع لنا؟ حيطلع لنا يعني ثبات لنصف الاختبار او لنصف المقياس. من يطلع لنا الثبات لنصف المقياس، هنا يتوجب علينا انه احنا نستخرج الثبات الكلي. الثبات الكلي حقيقة الامر اذا انت كنت تستخدم الجانب او استخدامك واستخراجك للوسائل الاحصائية يدويا، انه انت تروح تستخدم على يعني معادلة سبيرمان براون وتستخرج المقياس ككل، يعني الثبات للمقياس الكلي. لكن انت في SPSS حيطيك هنا معطيات، حيطيك الفا كرومباخ للبارت الاول والفا كرومباخ للبارت الثاني. هنا هذا البارت الاول والبارت الثاني اذا لم يكونان متساويان او متقاربان، هنا ما يعني ليس بامكاننا انه احنا نستخدم سبيرمان براون. تستخدم سبيرمان براون ويطلع لك رقم، لكن هذا الرقم هو ليس صحيح. اذا كان هناك اختلاف ما بين الجزء الاول البارت 1 وبارت 2 فعليك ان تستخدم معادله جيتمان، بينما اذا كان هناك تساوي او تقارب ما بين البارت 1 والبارت 2 فانت تستخدم معادله سبيرمان براون لاستخراج الثبات الكلي للاختبار. اكو طريقه اخرى للثبات وهي طريقه الاختبار وإعادة الاختبار، وحقيقة أنا ما أحبذها في مقاييس الورقة والقلم، لأن مثل ما تعرفون حيصير هناك انطباع لدى العينة حول الاختبار، وطريقة الاختبار وإعادة الاختبار تتطلب من عرض الاختبار أو المقياس على العينة مرتين، وبعد ذلك تجري وسيلة إحصائية لاستخراج الثبات. دكتور طارق اجى، دكتور خليل؟ لا دكتور احمد بعده يمكن مفصول عندنا لحد الان ما رجع. نعم انا احب انوه على قبل يعني بين ما يجي دكتور خليل، احب انوه على نقطتين مهمه جدا من خلال هذه المحاضره، يعني انه احنا نريد نوصل اليها. اولا انه لا ضير ان يكون هناك اكثر من مقياس لسمه واحده، يعني مقياس الشخصيه، من تروح على مقاييس الشخصيه حشوف 4 و5 و6 انواع من المقاييس الشخصيه. لا ضير اذا يجي باحث ويشوف اكو مقياس مثلا للكفاءه الاداريه او للاداء الاداري ويطمح انه يبني مقياس ثاني للكفاءه الاداريه او الاداء الاداري وفقراته تختلف عن المقياس الثاني. لا ضير من ذلك، احنا للاسف نشوف الاساتذه ورايهم محترم وعلى راسنا يقولوا له يا أخي مو أكو مقياس ثاني، أكو موجود هذا المقياس، ليش أنت لتروح تورط نفسك وتتعب نفسك وتبني، ليش ما تستخدم هذا المقياس؟ يا أخوان إحنا إذا نجي على مثلاً قدرة السرعة، كم اختبار موجود للسرعة؟ عشرات الاختبارات لقدرة السرعة وصفة السرعة، عشرات الاختبارات، القوة كذلك، التحمل كذلك، عشرات الاختبارات لقياس هذه القدرات والصفات. فلا ضير أن يكون هناك اختبارين وثلاثة أو مقياسين وثلاثة لنفس السمة. هذا التعدد بالعكس وسعنا القاعدة ويعطي فرصة للباحث بأن يبتكر ويبدع في بناء للاختبار الجديد. فضلاً عن هذا أنه إحنا من النقاط اللي إحنا نستخدمها أنه إحنا نعتمد على الدراسات السابقة في بناء الفقرات، نعتمد على المقاييس الأخرى في بناء الفقرات، فأكيد إحنا نحتاج هذه الفقرات وتساعدنا في بناء المقياس الجديد. نجي على نقطة أخرى أريد أنوه إليها وهو عدد أفراد العينة في البناء. في الحقيقة عدد أفراد العينة يعتمد على نقطة جوهرية جداً وهي التحليل العام. في السابق كنا نقول إنه كل فقرة لازم يقابلها خمس افراد من العينه، خمس افراد من العينه. ونطلع دكتور خليل المثال اللي حكى بيه على راي احد الخبراء او احد المصادر السابقه، انه اذا احنا عندنا 40 فقره فاحنا نحتاج 200 فرد
من أفراد العينة لغرض البناء. والحقيقة وضح دكتور خليل أنه هذا الرقم يرتبط ارتباط قوي جداً في عملية التحليل العامل، لكن الآن مع وجود حقيبة الـ SPSS أصبح العمل في هذا المجال سهل ويساعدنا. من خلال شنو؟ من خلال اختبار كايزر ماير يتيح لنا أن أنت تستخدم التحليل العاملي أو لا. فضلاً عن هذا أنه إحنا بإمكاننا من خلال التطور. نعم دكتور، يمكن عندنا مداخلة من دكتورة زهرة، راح أفتح لي المايك لأن بخصوص نفس الموضوع اللي حضرتك. أنا كملت يعني نهيت، بس منتظر دكتور خليل. ماشي، بس أنا فتحت المايك الدكتورة زهرة بس أسمع السؤال لأن ده تتكلم. نعم. نفس الموضوع. فضلي دكتورة زهرة. نعم. المايك مفتوح. دكتورة زهرة سمعيني؟ نعم أسمع. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. عليكم السلام، أهلا وسهلا دكتورتنا. شلونك أستاذ؟ صحة وعافية إن شاء الله. ما شاء الله محاضرتكم منورة أنت ودكتور خليل. المحاضرة نور بوجودكم دكتورة. الله يخليك، لأنه الوضع هسه وضع الطلبة خصوصا المرحلة اللي خلصوا تحضيرية السنة السابقة وبقوا لا يقدرون يسوون تجريبي ولا يعني المحاضرة كلش حلوة وتفيدهم. نعم وأعتقد بارك الله بك. يعني إذا صار توجه البحوث بالجانب المسحي يعني تفيدهم أكثر. الوصفي بالضبط، المسحي أو الوصفي. نعم نعم دكتور. أنا نعم. عندي ملاحظة يعني ردت أداخل وياكم لأن دكتور خليل النت عندنا القطع، فريد صح تكون مداخلة يعني شلون نقول مساعدة أكثر. تشرفيني دكتورة. الله يخليك، الله يسلمك طلابنا الأعزاء. الله يسلمك. بالبداية نبدي ملاحظات، قلت الفرق بين القياس والاختبار، بس ردت يعني أكمل لحضرتك، أنتوا ما قصرتوا. القياس هو دور المختبر أو المقاس هو سلبي، والاختبار هو دور المختبر هو إيجابي، عفوا إيجابي. بالنسبة إلى ذكرت أنه الأسس العلمية أكو من يذكر أنه من حق الباحث يستخرج أسس علمية والآخر يقول لا ما نستخرج أسس علمية. أنا أقول لك الأسس العلمية من حق الباحث يستخرج الاختبار في بعد كل 3 سنوات، يستخرج للاختبار أو للمقياس أسس علمية، وحتى يكون قياس مقياسه أو اختباره بالسليم. نعم. بالنسبة إلى حضرتك عرضت عنوان اعتبارات وخطوات تعديل المقياس، بس يعني قصدك أنه من أريد أعدل أو نعم. أنتوا تقولون أكو فرق ما بين التعديل والتوليف يعني هاي المصطلحات اللي نسمعها. أنا أقول لك إنه التعديل والتوليف والتصميم أو يعني قد يكون بالتصميم شوية بها اختلاف، بس هو كلها تحت مظلة بناء. نعم. كل هذه المصطلحات هي تحت مظلة بناء. ليش؟ لأن إذا نرجع إلى عملية البناء، عملية البناء هي نفس خطوات يعني من أنا أريد أعدل اختبار، من أريد أولف اختبار، من أريد أصمم اختبار أو مقياس، ترى هي خطوات المقياس والاختبار والبطارية هي نفسها إلا إذا بيها اختلاف بسيط بالمقياس، كلها تحت مظلة البناء. ليش؟ لو ترجع إلى خطوات البناء نفسها بالتعديل. نعم فأني أقول لكن أخف وضعة. نعم نعم، بس أنا يعني أريد أذكر لك أنه عندي أنا مقياس وأنا تعبت به ورحت بحثت وبمجالات، وتعرف البناء المقياس مو سهل، وبمثلا 10 مجالات الصفت إذا 5 مجالات أو أقل أو أكثر، وبعدين فقرات وبعدين ومن يجي باحث جديد يعدل يشيل فقرة فقرتين تسمى باسمه صار هذا معدل، يعني أنا بيها عندي اعتراض بهذه النقطة. هو هذا الواقع صح بيها يعني بيها اعتراضات. بالنسبة إلى
الملاحظة الأخيرة، حضرتك كتبت يعني يا ريت يعني جزء عندكم انتم فيه شيء جديد يعني، بس أنا انتبهت انه العنوان يقول اعتبارات وخطوات تعديل المقياس، والمحاضرة يعني المحاضر يعني حضرتك او دكتور خليل تقول التعديل والتقنين، هل انه من اني عندي يعني اعدل المقياس ضروري انه الا اقنن؟ نعم دكتورة. لو يعني شنو؟ انا هسه اسجلهن حتى بعدين اجاوبك عليه لو تريدين اجاوبك مباشر. لا بكيفك انت بعد. فاللي يريد يعدل ممكن يعدل، بس مو الا يقنن يعني، مرات تجي يعني من اريد اقنن اختبار او اقنن مقياس هو لغرض التجربه مرات تصير، او من اريد انا بس اعدل مقياس. دكتورة بهذه بخصوص هذه النقطة احنا نوهنا انه امكانية الباحث اجراء التقنين، يعني احنا مو يجب عليه ان يقنن، يعني انه باحث وضحت بمثال وهو مقياس القيادة الذكية اللي احد الباحثين استخدمه على الاتحادات على الاتحادات المركزية، راح هو مقنن، راح اجى باحث ثاني راد يستخدم نفس المقياس لكن على الهيئات الإدارية للأندية، فبالتأكيد أكو بعض الفقرات حتختلف للهيئات الإدارية وللاتحادات، فحيجي يجري بعض التعديلات على هذه الفقرات. هنا ما ممكن للباحث أنه يستخدم نفس المستويات اللي استخرجها الباحث الأول في عملية التقنين، صح لو خطأ؟ لا طبعاً سلفت أحسنتي زين. فهنا بإمكان الباحث أنه بعد إجراء التعديل ويكمل المقياس بصورة النهائية بإمكانه أنه يطبق مباشرةً، دكتور كلامك صحيح، بس أنا يعني انتبهت على العنوان يقول اعتبارات وخطوات تعديل المقياس، بس من شرح قال تعديل والتقنين، يعني بس التوضيح من حضرتك. الملاحظة الأخيرة اللي هي يعني على العمل مال يعني المحاضرة، إنه خطوات البناء أنا من عندي اختبار أو مقياس أو بطارية اختبار وإحنا شغلنا هسه بالمقاييس، أريد أبني المقياس أكيد راح أسوي له صدق، ثبات، موضوعية، قدرة تمييزية، صعوبة أو سهولة وإلى آخر الشروط الخمسة، ما أعرف شو أنتوا يعني تعبرون أكو خطوة اللي هي الصعوبة أو السهولة تعبروها، هاي وحدة. اثنين من أريد أجي أقنن المفروض تنعاد هذه الخطوات اللي هي أهمها هي الصدق والثبات او القدره التمييزيه، ومن ثم ابدا اشتغل على الدرجات المعياريه والمستويات. شكرا لمحاضرتكم الحلوه، شكرا لملاحظاتكم. بالعكس تفتينا بهذه الاسئله وان شاء الله اوضح كلهم ان شاء الله. انا اتمنى الباحثين الله يخليك، شكرا جزيلا. الله يحفظك دكتورتنا. شكرا دكتور طارق. شكرا دكتورة زهرة، نورتينا بوجودك، وشكرا على المداخلة وأيضا الجواب من دكتور أحمد داري. عندنا من جالكسي سؤال، جالكسي أي 70، تفضل المايك مفتوح. دكتور طارق. نعم دكتور أحمد، نجاوب على تساؤل يعني على كل تدريسي على حدة وبعدين ناخذ التساؤل الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وياكم استاذ علي عبد اللطيف. اهلا وسهلا دكتور علي، شرفتنا بالبداية. مبارك لك على حصولك على شهادة الدكتوراه. اشكرك حبيبي دكتور، ربي يبارك لك. اول شيء انا اشكر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة على هاي المحاضرات القيمة اللي تقوم بها، والشكر الجزيل إلى دكتور أحمد دكتور خليل على هذا الجهود اللي يبذلوها في سبيل إيصال المعلومة العلمية إلى جميع الباحثين. واجبنا هذا إن شاء الله دكتور، ما نقصر أبد سنة. ولا نبخل على أي باحث أبد، ما نبخل بالعلم أبدا، ما تقصرون إن شاء الله. سؤالي بخصوص يعني تكلمتوا بخصوص البناء وأحد إجراءات البناء اللي هو إظهار الصدق العاملي. أكو جزئية في حالة بأنه بعض الفقرات هي عدم تشبهها بأي عامل من العوامل في حالة دخول للتحليل العام، فما هو يعني الإجراء العلمي لهذا الشيء؟
نعم دكتور، سؤال مهم جدا. الله يسلمك، وشكرا نعم جزيلا. شكرا شكرا جزيلا على المحاضرة. شكرا شكرا للدكتور طارق. نعم دكتور طارق، حجاوب على الأسئلة اللي طرحتها الدكتورة زهرة وأكمل إلى سؤال دكتور علي. تمام أوكي؟ تمام تمام تفضل. تمام. طبعا التداخل الأول من دكتورة زهرة بأن الاختبار يكون دور المختبر، دور العينة إيجابي، والمقياس يكون دورها سلبي. طبعا هذا يؤكد ما أشرنا إليه بأن الاختبار يتطلب من الباحث حتى وإن كان من خلال الورقة والقلم أنه يبذل جهد ويفكر ويسترجع المعلومات يلا يجيب على الفقرة، وهذا دور العينة يكون إيجابي بهذا الموضوع. بينما في المقياس يكون سلبي، قد يكون أنه يشير إلى مستوى معين من مدى تلاؤم الفقرة مع ذاته أو على الشخص الثالث بشكل متدرج وفق مثلا مقياس ليجارت. هذا السؤال الأول أو التداخل الأول من دكتورتنا دكتورة زهرة. أما بالنسبة للأسس العلمية، دكتورة زهرة من الآراء اللي احنا تكلمنا وشرنا انه هناك رأيين للخبراء. الرأي الأول بإمكان الباحث انه يجري التجربة الرئيسية بدون ان يجري الأسس العلمية ووضحناها، والمجموعة الثانية تشير بأنه بإمكان الباحث ان يجري الأسس العلمية ومن ثم يخوض تجربته الرئيسية. رأي دكتورة زهرة تقول أنه ما مو إشكال إذا ما سوى الأسس العلمية، صحيح. لكن أنا أسأل دكتورة زهرة وأتمنى يعني تتداخل وياي بأنه مستوى العينة في تغير مستمر على مدار السنة، وإحنا وضحت بمثال أنه المرحلة الأولى لسنة 2018 قدراتهم، شخصيتهم، بعض النقاط الاجتماعية تختلف عن المرحلة الأولى في سنة 2020. فهنا بإمكان الباحث أنه يجري الأسس العلمية، ولا ظهر في ذلك أنه حتى يتأكد من مدى صلاحية الفقرات لهذه العينة نتيجة التغير المستمر في المجتمع والتطور الحاصل. حيطرأ تغير في شخصية العينة، شخصية الطالب وإلى آخره. النقطة الأخرى وهي خطوات البناء والتعديل هي متشابهة، فعلا هي متشابهة، لكن التعديل، عملية التعديل أقل وطأة من عملية البناء. ويعني صحيح كلام دكتورة زهرة تقول أكو باحثين تعبوا وأسسوا هذه الفقرات ووضحوا يعني وأجروا أسس علمية وإلى أن ظهروا المقياس بصورة النهائية، ويجي باحث يجري تعديل بسيط على هذه الفقرات حيسجل هذا المقياس المعدل باسم هذا الباحث، يعني مثل ما يقول على الحاضر اجى وصار اسمه على هذا المقياس. لكن هذا الشيء هو موجود في مجال التربية البدنية. بالنسبه للضروري في عمليه التقنين، انا واني لو دكتور خليل كان سوى شير للمحاضره اشرنا بانه هناك امكانيه لاجراء التقنين للباحث. من نقول امكانيه يعني هذا الامر راجع للباحث اللي يجري عمليه التعديل، بامكانه انه يجري عمليه التقنين او يتجه في عمليه بمسار التطبيق، لا ضير في ذلك. وطبعا هنا النقطه اللي اشارت لها دكتوره زهره انه عمليه الاسس العلميه، اجراءات الاسس العلميه ضروريه في عمليه التقنين. يعني في الحقيقه انا عندي راي في هذا الموضوع، اذا كان الباحث في صدد بناء وتقنين، يعني انه هو يجي يبني المطبق عليه الاسس العلميه والتحليل العام والاتساق وهذه الامور اللي ذكرناها في المحاضره، بعد ذلك يجري عملية التقنين، ما الفائدة من عملية الأسس العلمية؟ يعني يجي باحث أو يجي مناقش يقول لك أنت سويت الأسس العلمية مرتين في هذا في هذا في هذه الأطروحة، أكو بيه إشكال. مع أنا مع ذلك أنا أشوف لا ضر في إعادة الأسس العلمية مع عملية التقنين، لكن ما يعتبر خطأ على الباحث إذا ما صار في عملية التقنين بدون الأسس العلمية.
نجي على التساؤل دكتور علي عبد اللطيف بعدم تشبع الفقرات بعدم تشبع فقرة في المجالات كلها. يعني من يجي يشوف من يجي يحلل ويفسر العوامل والفقرات حيشوف مثلا احدى الفقرات، خلينا نختار رقم الفقره فقره 23، من يشوف هذه الفقره ما موجوده ما متواجده في التحليل العاملي فتلقائيا يرفعها، وفي نهايه التحليل العاملي يوضح ان الفقره 23 تم رفعها واهمالها، وذلك بسبب عدم تشبعها في اي عامل من العوامل التي استخلصت، وهذا الشيء طبيعي جدا. وشكرا جزيلا على التساؤل. اذا اكو بعد سؤال دكتور. شكرا جزيلا دكتور طارق. احمد وياك عيني. شكرا جزيلا، واحنا يعني ماكو تساؤلات، اذا تحب كلمه اخيره من حضرتك حتى ننهي المحاضره. نعم دكتور، يعني انا في نهايه هذه المحاضره اقدم شكري وامتناني. عندنا سؤال من دكتوره هويدا، تفضلي دكتوره. نعم نعم العفو. السلام عليكم. اهلا دكتوره. اهلا دكتوره. ان شاء الله صحه وعافيه لكل يا ربي. الله يخليك دكتوره. والشكر موصول لدكتور طارق وتعبه ويا المحاضرات، الله يساعدك دكتور طارق والدكتور خليل. طبعا عاشت ايدكم على هيك المحاضره، يعني كنت اتمنى انه بعد وبعد 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 تطورون وتوصلون فد معلومات اللي بصراحه في بعض الاحيان خافيه على الكل، وما عندنا ذيك المعلومات الكافية على الإجراءات الإحصائية أو الباب الثالث والباب الرابع بالأطاريح والرسائل. نعم. سؤالي هنا الدكتور أحمد، هل من الضروري بعد إجراء الخصائص السايكومترية للمقياس، هل من الضروري في كل بناء مقياس إجراء الموضوعية أم لا؟ والسؤال الثاني، دكتورة زهرة طرحته، قالت انتوا ليش يعني ما تاخذون السهولة والصعوبة للفقرات؟ لا، نستخدمها احنا في بناء المقاييس، نستخدمها في بناء المقاييس النفسية. وكذلك سؤال انه هل يجوز انه للتقنين؟ التقنين يعتمد على حجم العينة، حجم العين، التقنين يعتمد على حجم العينة، مثل ما الكل تعرف إنه عينة البناء تختلف عن عينة التطبيق، وعينة التطبيق تختلف عن عينة التقنين، وكل وحدة لها شروطها وأمورها. فيعني إذا كانت العينة متوفرة عند الباحث، لا ضير إنه يجري عملية التقنين، ولكن أحياناً العينة اللي تحكم الباحث من عدم التقنين. هناك بحوث كاملة أني أبني ويجي ورايا دكتور أحمد يقنن. نعم يكتب نعم. باسمه، يكتب باسم المقياس. ليش؟ لأن هي إجراءات عملية التقنين نفس إجراءات عملية البناء. ومثل ما تعرفون حضرتك أنه تقول أنه المقياس أني شرت إليك أنه عاشت إيدك، إيش وقت أنه قالت صح كل 3 سنوات نسوي أسس علمية أو خصائص سايكومترية للمقياس، اللي نفسه المطلوب. بس هنا لأنه من يشير إلى أنه من يكيف المقياس، أنه ما ينصاغ إليه. ليش؟ هو راح يشنو هي الفقرات تمية راح يجبها نفسها، بس يعدل بالفقرات، حسب العينة اللي متوجه لها، شنو العين راح ياخذها؟ احتمال يعدل او يكيف للمقياس، ونفس الخصائص السايكومترية للمقاييس اللي هذا الشيء. وبارك الله بيك. ها وسؤال الاخير دكتور. نعم. انه قبل التدوير تطلع عندنا فقرات وبعد التدوير تطلع عندنا نسبة التشبع، احنا ليش نقول هي مصفوفه قبل التدوير والمصفوفه بعد التدوير؟ وبالتالي يكون المقياس بالصيغه الاوليه خلينا نقول 44، بالصيغه الثانيه يطلع لنا مثلا 39، بس بالاخير بصيغه النهائيه تطلع خلينا نقول مثلا 35. هاي تعتمد على نسبه تشبع الفقرات بالمجالات وبالمقياس ككامل. وعاشت ايدك، ويعني اني دائما في كل محاضره اناشد بك واقولهم من طلابي المتميزين ومن طلابي المبدعين، واتمنى بعد وبعد وان شاء الله يا رب تحصل على الاستاذيه يا رب. والله يبارك فيك ان شاء الله وباخلاقك. وعاشت ايدك طروقي انت وخليل. الله يسلمك. شكرا دكتوره.
دكتور طارق حجاوب على دكتور هويدا وبعدين نكمل الأسئلة إذا أكو. تمام تفضل. بالنسبة للسؤال تساؤل دكتورة هويدا حول إجراء الموضوعية في المقاييس، إحنا يعني الموضوعية هي متوفرة أساسا في المقاييس لأن ما تحتاج إلى محاكمين، فدرجة واضحة جدا وإمكانية الحصول على الدرجة ما تحتاج إلى مقيمين أو محاكمين حتى نخلي الموضوعية. هذا نفس الشيء نفس ما معمول به في اختبارات الدقة. اختبارات الدقة ما تحتاج إلى محكمين، من تجي في نقطة معينة تحصل على هلقة الدرجة، من تجي في نقطة معينة تحصل على هلقة الدرجة. فالموضوعية غير أو لا يمكن استخدامها في مقاييس الورقة والقلم لأن هي أساساً متوفرة، لكن في نهاية الأسس العلمية يتم التطرق لها بأنه المقاييس أو الفقرات أو درجة المقياس موضوعية لأنها لا تسمح لتدخل المقيمين أو المحكمين وهكذا. بالنسبة لموضوع السهولة والصعوبة طبعاً اتطرقت فيه دكتورة هويدة ودكتورة زهرة. المقاييس أغلب المقاييس ما تحتاج إلى سهولة صعوبة، يعني أنا من أروح على ليغارت ما أحتاج إلى معادلة، يعني مقاييس وفق بدائل ليغارت ما أحتاج إلى سهولة صعوبة، لكن المقاييس أو الاختبارات التحصيلية بالتأكيد نستخرج لها سهولة وصعوبة. وبالنسبة للاختبارات التحصيلية السهولة والصعوبة ما تطلع بالSPSS، تطلع من خلال الورقة والقلم، لكل فقرة تطلع لها سهولة وصعوبة. لكن احنا في بعض المقاييس احنا نستخرج الالتواء باعتباره انه هو شيء يعبر عن مدى سهولة وصعوبة الفقرة، يعني من خلال الوصف الإحصائي لكل فقرة من فقرات المقياس أطلع الالتواء والمفروض يكون أقل من صفر فارق أقل من واحد على الصحيح، لأن أنا مستخدم من خلال الـ SPSS. بالنسبة للتقنين هنا فعلا أتفق مع دكتورة هويدة بأن التقنين يتوقف على العينة، لا ظهر أنه الباحث يجي يبني المقياس في رسالته أو أطروحته ويجي باحث آخر يقوم بعملية التقنين. بالنسبة للتساؤل دكتورة هويدة حول التحليل العاملي، لأن أكو مصفوفتين أشار إليها دكتور خليل، مصفوفة قبل التدوير ومصفوفة بعد التدوير. حقيقة من تيجي على قبل التدوير هنا التحليل العاملي غير مكتمل، لأن أنا أحتاج إلى أنه يجري التحليل العاملي على الفقرات كما هي بدون أن يتلاعب في أماكنها. أما بعد التدوير حيضطر أو يطينا العلاقات ما بين الفقرات أو المصفوفة بعد تحرك الفقرات أو بعد تغيير الفقرات، إما تكون عمودي أو هكذا حسب الأسلوب اللي يستخدم الباحث في التحليل العاملي. فيجب أن نعتمد على التشبعات ما بعد التدوير. نعم دكتور. دكتور طارق. دكتور طارق. نعم دكتور أحمد وياكاني. دكتور عندي مداخلة من دكتورة هدى، راح أفتح لها المايك حتى نعم على رأسي. تتفضل دكتور. تفضل دكتورة هدى، المايك مفتوح حضرتك. السلام عليكم. سلام دكتورة. عليكم السلام، أهلا دكتورة. الله يحفظكم، أشت إيديكم البطلين طبعا دكتور أحمد زاري ودكتور خليل اللي ما أدري ليش راح صوته، يعني المفروض لا المفروض الله يحفظكم وإن شاء الله يقويكم ويزيد علمكم، أنتوا يعني طاقات شابة إن شاء الله لكم مستقبل. وطبعا ومعاكم دكتور طارق اللي يعني من أبد ما نبخل عليه بشكر، لأنه بالحقيقة الجهد اللي دا يبذله جهد استثنائي في هاي الفترة. الله يعني مشكور جدا دكتور. شكرا جزيلا. الجندي المجهول، الجندي المجهول في هذه المحاضرات كل العالم تعرفه قامت بس يقولون اسمه كلهم يعرفوا ماكو طبعا مجهول. أكيد أكيد الله يحفظكم. بس سؤال دكتور أحمد بالنسبة للاختبارات، طبعا نعم. هو يعني مو تعرف انه هو مو اختصاصي، بس انا هسه هاي الايام بدنا نشوف هذه الاختبارات اللي دي يسووها الطلبه اكثر. نعم. طلبه الماجستير والدكتوراه بحكم الوضع الحالي اللي احنا موجودين وقاعدين بالبيت يسوون استبيانات ويرسلها للتدريسيين، هذا الاستبيان تجاوب انت الكتروني. نعم. بالضبط. وحضرتك مثلا توصل لك تجاوب عليه لهذا الاستبيان، هل مدى صدق او يعني دقه الاستبيانات هذه هي حالها حال الاستبيانات الورقية؟ أكيد أنا أدري يعني أنه يجيب لك استبيان ورقي يعني تجاوب عليها، مرات يكون أصلا هي الاستبيانات الورقية يعني حقيقة أنا ما أمليها
إلا أكون مقتنعة وأني متفرغة وراسي بارد مثل ما يقولون يلا أملي، ولا أنا واقفة ويجيب لي استبيان وأملي على السريع، هاي ما نسويها زين. هسه هذه من أمانتك العلمية دكتورة، الله يحفظك. لا الله بس يعزيز. هي هاي الاستبيانات اللي يسووها هسه، هل هذه تعتمد يعني تمشي أنتم برأيكم كمختصين بهذا المجال؟ طبعا هي دكتورة، هي تبقى الاستبانة عبارة عن ورقة وقلم، لكن باستخدام وسيلة مساعدة وهي الوسيلة الإلكترونية. باستخدام وسيلة مساعدة هي نفس الوسيلة، مثل بدل ما يتجهها من خلال الورقة والقلم لكن يوصلها إليك إلكترونيا. إيه صح، هي أسهل. معالجة الاستبانة هي نفس المعالجة إحصائيا، يا أما باستخدام الكاي سكوير أو الأهمية النسبية أو النسبة المئوية، فتظهر لنا نفس النتيجة. هنا تبقى مدى اهتمام الخبير، يعني أكو بعض الخبراء هو يشتغل بالناحية الإلكترونية ويعني متمكن في هذا المجال، فهنا حيبدع أكثر، وهو يعني يحب هذه الشغلات إنه تجي إلكترونية حيبدع أكثر ويطي للباحث أكثر من معلوماته. والعكس من ذلك أيضا موجود، إنه بعض الأساتذة يعني يهملون الجانب الإلكتروني، يفضل أنه بالورقة والقلم. هنا الفروق الفردية هتكون. وهذا وياك أنا دكتور، وهذا اللي دا أقوله. يعني مرات مثلا أكو ناس مثلا أساتذة توصلهم الاستمارة، بس حتى المصمم الاستمارة مرات ما يوفي حق الاستبانة مالته أو السؤال مالته، لأنه ما بي القدر مثلا احيانا او ربما او هذه الاشياء، هذه مو موجوده ما يقدر يسويها، لازم يلجا الى اضافه اسئله حتى يقدر يغطي كل هذا الاختبار. طبعا هو يقدر دكتورة. يقدر يعني اكو اوبشنات بالاستبانات او الاختبارات الالكترونيه ويدري الالكترونيه. اي نعم يقدر نصمم اكو بالضبط اكو اوبشنات يعطيك بدائل يعني اتساعيه وسباعيه يعطيك هذا البدائل، لكن الابتعاد عن الامور الالكترونيه خلانا شويه نجهل بعض الاوبشنات اللي ممكن انه ما نستغلها. صحيح، شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. الله بارك الله فيك، مشكور مداخلتك، ربي يحفظك. شكرا دكتوره. احنا رجعت لنا دكتوره هويده ايضا مداخله. دكتور احمد اي تفضل. تفضل دكتوره. طبعا بس مداخله على دكتوره هدى على المقياس اللي يدزونا اياه الطلاب. نعم مدام مصداقيته دكتور، اذا احنا دائما نروح شلون انه كانما اللي يعني في خلاف دائم، في خلاف دائم مع منظومه فيينا اللي طبعاً. ما اعرف لان ما بيها محك معين حتى اعرف عنها على ضوء انه هاي المهاره او الاختبار هو صحيح وبدرجه معينه. المقياس اللي يرسلونا يا الطلاب دكتوره، الحاله اذا اللاعب او الطالب ما يعيشه ما يقدر يجاوب عليها. يعني هسه أنا مثلاً أريد أقيس القدرة المهارية مال المنتخب الوطني مال كرة القدم زين، وأنا أدز اللواعيب بالبيت وقاعدين دادز لي، أبا أنا أريد أعرف القدرة المهارية، وبعدين من خلال الاختبارات والنظام الحقيبة الإحصائية ما أعطي مصداقية مجرد راح أسوي له صح 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 صح، لا ما تعطيني مصداقية. ولكن هنالك بعض المقاييس مثلاً لتقيس حالة عامة، حالة عامة مثلا تأثير الكوفيد على قاعدة البيت أو على الانترنت أو 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 حالة عامة بس بالضبط. نعم دكتورة. دكتورة هويدين فصلت، يمكن دكتور طارق زين الحالة المادة النظرية زين، أنا أدز مثلا أدقيس وأبني وأدز اللاعبين، لا ما تنطيني مصداقية، ما أخطي هيك خطوة، ما أخطي هيك خطوة، لأن أحيانا صح 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 ما أنطي. فلهذا الدكتورة إنه أكو حالات مقاييس عامة أقدر أجاوبها، بس مقاييس تخص مهارة أو خاصية ما تنطيني مستحيل المصداقية. وشكرا جزيلا على المداخلة وآسف دخلت مرة ثانية. فعلا تداخل يعني دكتورة هويدة في محله، يعني المقياس إذا ما يخلي اللاعب في الموقف الذي يعرض عليه المواقف، يعني مو الفقرة هي عبارة عن مواقف، إذا ما يخلي أو المفحوص يعيش هذا الموقف ما يأخذ الدرجة أو الاستجابة بشكل صادق من هذا الباحث. يعني ما ممكن أنا أقيس قلق الحالة للاعب هو جالس بالبيت، لازم أدخله في أجواء المنافسة قبل دخول المباراة وهكذا. كلام دكتورة هويدة هو صحيح وفي صدق.
شكرا دكتورة هويدة على المداخلة، وشكرا دكتور أحمد على الجواب، شكرا جزيلا. وبكلمة أخيرة دكتور أحمد، حضرتك تقدر أنه تنهي المحاضرة. نعم، في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري وامتناني لكل الأساتذة والحضور لوجودهم في هذه المحاضرة ونورونا، وأكيد وأتمنى أنه إحنا ما نكون قد قصرنا في معلومة أو ولو بشكل بسيط. وحقيقة أنا كنت أتمنى أنه دكتور خليل يحضر في هذه التساؤلات والتداخلات القيمة من قبل الأساتذة، لأن في جعبة أخي وزميلي الدكتور خليل الكثير والكثير من المعلومات التي قد يفيدنا ويسعفنا فيها إن شاء الله. وإن شاء الله انتظرونا في محاضرة قادمة، وأقدم شكري وامتناني الكبير إلى دكتور طارق علي يوسف الذي يبذل جهد كبير جدا ويساعدنا في إلقاء هذه المحاضرات. بالتأكيد هذا المجهود يذكر للدكتور طارق، وأتمنى له المزيد من التوفيق والتألق في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور طارق، وشكرا للحضور. شكرا للحضور، وعيد سعيد إن شاء الله، وأتمنى لكم أمسية سعيدة وتصبحون على ألف خير. شكرا جزيلا، تصبحون على خير.